بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله في الجزء الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق في ضيافة البيت الكبير. أما في الفقرة الثانية الأساتذة الكبار الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري في ضيافة أيضا البيت الكبير. خليني أبدأ مع حضراتكم بخبر، وخبر مهم جدا. أعلن أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن لاعب الدحيل والمنتخب القطري لمدة عام على سبيل الإعارة. أضاف أن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن، وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا لرؤية مارسيل كولر. حقيقة قبل بس ما نشوف الفيديو، ولا خلينا نروح نشوف الفيديو الأول، الفيديو تقديم يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي الجديد، وبعد الفيديو أرجع أتكلم عن هذا الفيديو الرائع. حقيقة فيديو رائع جدا جدا، وأنا الحقيقة للمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعشرة بحيي الأستاذ جمال جبر ومجموعة المبدعين اللي بيشتغلوا على الأستاذ جمال جبر، طبعا مدير المركز الإعلامي أو رئيس المركز الإعلامي في النادي الأهلي اللي عاملين، ومعه طبعا كثير من المبدعين. أنا الحقيقة كلهم إخواتي الصغيرين وبحبهم جدا، عاملين حاجة حلوة وفيديو رائع يخليك وانت بتتفرج على الفيديو جسمك يقشعر. حاجة جميلة جدا جدا. مرة تانية أحيي المركز الإعلامي للنادي الأهلي والمبدعين اللي موجودين في المركز الإعلامي كلهم الحقيقة على هذا الفيديو الرائع. فيديو يدل على عظمة النادي الأهلي، وفي نفس الوقت قد إيه الفيديو بسيط، ما فيهوش يعني الموضوع مش قصة، بالعكس الفيديو بسيط جدا جدا. ولد صغير childhood dreams حصل، يعني حلم الطفولة حصل، فولد صغير بيتفرج على الصور زي ما حضراتكم شايفين، وقد ايه انه المبدع اللي قال او اللي حط صوت واحد من العظماء في التعليم في التعليق، كابتن ميمي الشربيني. كابتن ميمي الشربيني صوته في الفيديو لوحده منتهى العظمة والحلاوة والجمال مع الصور اللي يوسف بيتفرج عليها. حاجة جميلة جدا جدا جدا. مرة تانية أنا حبيت بس أبدي إعجابي بهذا الفيديو الرائع وصوت كابتن ميمي الشربيني اللي وحشنا جدا 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 جدا، ولكن سيظل دائما في قلوب كل الأهلاوية، مش في الأهلاوية بس، كل المصريين بيحبوا هذا الرجل وصوته الجميل في التعليق على كل حاجة. صوت كابتن ميمي الشربيني، فيديو يستحق يوسف أيمن اللي إن شاء الله. سألت أصدقاء ليا كتير هناك في قطر وفي نادي الدحيل، قالوا لي إن النادي الأهلي هيكسب الولد ده بطريقة غير طبيعية، لأنه طريقة لعبه مناسبة للنادي الأهلي خلال المرحلة القادمة. وبالتالي احنا بنتكلم عن إن شاء الله إن شاء الله يكون يوسف أيمن أحد الصفقات الناجحة في النادي الأهلي. دايما زي ما بنتكلم، مش كل الصفقات اللي بتجيبها بتنجح، ولكن إن شاء الله إن شاء الله يوسف أيمن يكون بداية جيدة لصفقات قادمة. إن شاء الله ربنا يكرم وينجح. A childhood dream comes true، يعني حلم الطفولة أصبح حقيقة. اتكلم عن لاعب عنده 21 سنة، عنده تجارب كثيرة جدا. بدأ مسيرته في أكاديمية سباير بالمناسبة في 2009، ثم انتقل إلى فريق الدحيل في 2017، وخاض العديد والعديد من التجارب على سبيل الإعارة في نادي بلجيكي ونادي قطري ونادي كذا نادي الحقيقة. وخلال الموسم الماضي مع الدحيل شارك يوسف في 24 مباراة مع الفريق القطري، سجل هدفين وصنع هدفين. إن شاء الله يكون إضافة قوية لخط دفاع النادي الأهلي اللي الحمد لله والشكر لله عندنا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين النجوم، ويضاف إليهم نجم جديد بيضاف إلى مجموعة من النجوم اللي موجودة في خط دفاع النادي الأهلي المرحلة اللي جاية. النادي الأهلي عنده ارتباطات مهمة جدا، أولها بطولة السوبر الإفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية في ثوبه الجديد اللي هي الانتركونتيننتال. ده طبعا
بالاضافه الى انطلاق بطوله دوري ابطال افريقيا في نسختها الجديده. واللي اعرفه واللي انا متاكد منه ان اللاعب هينسجم بسرعه، لانه شفنا صور ليه وهو سهران مع او يعني موجود مع اللاعبين في بعض الاماكن في الساحل وهنا وهنا وهنا. فبالتالي اعتقد، وخلي بالكم اجواء اوضه اللبس في النادي الاهلي بتخلي اي حد يخش بسرعه، فان شاء الله تساعد او اجواء اوضه اللبس تساعد على نجاح اي لاعب. بسم الله ما شاء الله. خلينا نقول مثلا وسام ابو علي تم التعاقد معه في شهر واحد اللي فات، حاليا هو هداف الفريق في البطولة الدوري الممتاز، وبالتالي الحمد لله الدنيا ماشية بشكل جيد جدا. امبارح وانا دايما لما بتكلم مع حضراتكم بتكلم من قلبي، انا مش بتكلم عشان انا قاعد ومذيع وبشتغل في قناة النادي الاهلي، لا انا بتكلم من قلبي. انا قلت لحضراتكم ان ماتش مودرن سبورت وجهة نظري ان هو هيكون مباراة اصعب بكتير من مباراة بيراميدز. انا قلت الكلام ده على الهوا مع حضرتك هنا في هذا المكان، وقلت لكم انه الحمد لله عندي ثقه كبيره جدا في فريقنا، لانه عندنا جهاز فني على اعلى مستوى، وعندنا مجموعه من اللاعبين على اعلى مستوى. النادي الاهلي بيواصل انطلاقته كالعاده، رجال النادي الاهلي بيبقوا بيفكروا في شيء واحد، هو اعتلاء القمه والحفاظ على لقب بطوله الدوري. امبارح مودرن تقدم بهدف سريعا، امام عاشور بيتعادل قبل نهايه الشوط الاول، وهو وقت مثالي لهذا الهدف. على فكره هي واحده مش من المباريات الحلوه لامام، ولكن هو ده اللي انا عايز بقى حضراتكم تبقوا شايفينه الفتره اللي جايه، واحده من المباريات اللي مش حلوه لامام، ولكن مش مهم ابقى كويس، المهم ان انا اؤدي ما عليا في المباراه، ابذل الجهد، فربنا يديني جون زي ده. جون صعب جدا جدا، وصعب تيجي في الحته دي ما بتجيش قليل. محمد عبد المنعم بس اللي بيجيبها من علي معلول، علي معلول بيرفعها له، محمد عبد المنعم بيجيبها كده، لكن امام ما شفناهوش. ولكن عشان امام بيجتهد، مش ماشيه معاه ولكن بيجتهد وبيموت نفسه، فربنا قال له خد يا ابني، انت عامل شغل كويس وبتجتهد وموت نفسك، فربنا بيدي لك جون. واسيست رائع من قفشه. اما الهدف الثاني زي ما حضرتك شايف كده، الراجل بيغير تغييره او تغييرتين، بينزل رضا سليم و بيرسي تاو، رضا سليم بيرفع الاوفر، بيرسي تاو بيجيب الجون. حاجه يعني في منتهى الجمال ومنتهى الاريحيه اللي حضرتك شايف عندك ثق في فريقك، ولكن بدون استهتار. مودرن سبورت عنده مدير فني كابتن طلعت يوسف، ده من المديرين الفنيين يعني الكبار جدا في عالم كرة القدم المصرية. بيمسك أي فرقة في أي مكان بيعمل معاها شغل كويس، أي فرقة. فما بالك بفرقة زي مودرن سبورت فيها عناصر جيدة. ولكن زي ما قلت لحضرتك النهاردة، وأنا هنا قاصد أتكلم على أمام تحديدا، لأنه بعض من لا يشجع النادي الاهلي كلموا على امام وقال لك اصله مش كويس. اه ما هو عادي يا جماعه. نفسي الناس اللي بتلعب كوره هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده اكتر. نفسي تعرفوا ان كره القدم مفيش حد هيفضل ماشي كويس على طول، ولكن امتى لما ابقى وحش ابذل مجهود عشان اعرف اجيب جون، او ربنا يديني ان انا اجيب جون زي ده. هو ده اللي امام عمله بالمناسبه، ومش امام بس، كل لعيبه النادي الاهلي بيعملوا بهذا الشكل وبهذا المنظر. فعشان كده ربنا كرم وقدرت تكسب، او خطوه جديده من الخطوات اللي النادي الاهلي بياخدها علشان يعود الى قمه الدوري العام. هي دي اهم حاجه بالنسبه لي في هذا التوقيت. مستر كولر امبارح في المؤتمر الصحفي بعد المباراه اتكلم عن هذه الامور، اتكلم عن انه مثلا ان واحد زي بيرسي تاو قدر ان هو يسجل بعد فترة في أول مباراة ليه بعد فترة غياب تقريبا 19 مباريات بسبب الإصابة اللي تعرض ليها مع منتخب بلده. ففوز مهم في توقيت أهم وأهم. الأهلي عندما يلعب النادي الأهلي هو يلعب بشعار، شعار واحد فقط، وهو لا بديل عن الفوز وبذل المجهود وحصد الثلاثة نقاط، لأنه المرحلة القادمة مرحلة صعبة. ما ينفعش أن يكون فيها فقدان للنقاط.
في ظل المنافسه قويه وصعبه مع نادي بيراميدز. اللي ليا في مسج عايز اقولها لنادي بيراميدز، بس هقولها بعد ما اخلص الكلام عن النادي الاهلي. مع بيراميدز صاحب المركز الاول برصيد 68 نقطة و28 مباراة. الأهلي في المركز الثاني 63 نقطة، ولكن هناك ثلاث مباريات فارق ب 63 نقطة فارق ما بين النادي الأهلي ونادي نادي بيراميدز. فإن شاء الله نقدر نفوز بثلاثة مباريات القادمة ويكون النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله على صدارة جدول الدوري. امبارح كانت مباراة تكتيكية قوية خارج الملعب ما بين مستر كولر وكابتن طلعت، اللي بيعرف زي ما قلت لحضراتكم يدير مثل هذه المباريات بشكل جيد. امبارح كمان الحقيقة شكل فريق مودرن سبورت اختلف تماما عن ما قبل تولي كابتن طلعت يوسف مهمته في الجهاز الفني كمدير فني لهذا الفريق، اللي قدر يصحح أخطاء كتيرة جدا. امبارح الراجل كتب ورقة مستر كولر، يعني عشان تعرفوا بس ان كان في ماتش حلو بيتلعب. معرفش حضراتكم خدتوا بالكم، في ناس كل الاهلاويه تقريبا خدوا بالهم من اللي انا بقوله، ولكن انا بتكلم على الناس اللي بتبقى قاعده تتفرج وعايزه تشتم وتنتقد وخلاص، وهذه ليست الحقيقه. الحقيقه ان مستر كولر امبارح لو حد خد باله كتب ورقه واداها لمحمد عبد المنعم. الورقه دي الحقيقه يعني مهمه جدا جدا جدا. انا شفت لو تجيب لي يا سمير صوره الورقه ومحمد بيقراها مش التغيير. ايوه هي دي الورقه دي. هنا محمد عبد المنعم جات له تعليمات، انا شفتها وانا قاعد بتفرج، انا ما اعرفش الورقه فيها ايه وما سالتش محمد عبد المنعم بالمناسبه. محمد عبد المنعم قال ايه، ولكن انا شفت الورقه انه هو بيرسي تاو هيديها لمحمد. اهو بص بيرسي تاو اكيد يعني بيديها لمحمد، هي واضحه. محمد خدها بص في الورقه ونده على خالد عبد الفتاح وعلى كريم فؤاد، هنلعب ثلاثة ورا اكتر. انا شفتها يعني ايه، انا شفت طريقه اللعب بهذا الشكل، انه وخصوصا بعد احراز الهدف بتاع رضا سليم وبيرسي تاو. قد ايه لما بتكون مدرب عادل ربنا بيوفقك، والتغييرات اللي بتعملها يا دوبك لسه نازلين يعملوا اوفر بجون. على الجانب الاخر انا برتب فرقتي، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه اتنين بيلعبوا. اللي حصل اللي انا شفته من هذه الدقيقه لنهايه المباراه حاجه تانية، ان احنا كنا بنلعب ثلاثة ورا، خالد عبد الفتاح كان اكثر التزاما ووقوفا مع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، وكريم فؤاد هو اللي كان اكثر صعودا للامام. ليه؟ لان هو هنا الراجل عارف ان بيرسي تاو عايزه ينطلق ورضا سليم عايزه ينطلق، فيبقى وراهم ثلاثة حمايه. أنا شفت كده في الملعب. الراجل مش بيشتغل جهجهوني، الراجل مش بيشتغل أي كلام وخلاص. الراجل عنده فكر بيحاول أن يطبقه مع لاعبيه. عشان كده هذا الرجل رجل عادل. رجل واحد من أفضل أنا وجهة نظري إن ده واحد من أفضل وأنا آسف إن أنا بقول أنا النهارده، لكن أنا بقول لحضراتكم إنه هذا الرجل واحد من افضل المدربين اللي جم مصر. بالنسبه لي مانويل جوزيه ده في حته تانية بالنسبه لي انا، لان انا بحبه واتمرنت معاه. لكن الراجل ده برضه في منطقه اخرى، عارف هو عايز ايه من المباراه وكيف يفكر في غلق المساحات اللي عنده عشان يقدر يكسب هذه المباراه، وهو ده اللي حصل امبارح. وبالتالي احنا بنتكلم عن جهاز فني على اعلى مستوى، بنتكلم عن لاعبين على اعلى مستوى، بنتكلم عن عداله في تقديره للاعبين مين يلعب ومين ما يلعبش، وبالتالي ربنا بيوفقك من كرتين ثابتتين، وهو الأهم. الثلاثة نقاط في مثل هذا التوقيت هي الأهم. المارد الأحمر يواصل سلسلة انتصاراته ويقترب من صدارة الدوري إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونعود خلال الأيام القادمة
او الاسبوع العشر ايام اللي جايه لصداره الدوري الممتاز. زي ما قلت لحضراتكم عايز بس اقول رساله لنادي بيراميدز، ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير هرجع اتكلم في هذا الامر. انا بس عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا. اي فريق الملعب بتاعه هو اللي من حقه يحط اسعار التذاكر. النهارده نادي بيراميدز الحقيقه لما نزلت اسعار التذاكر، تذكرتي ليس لها علاقه بالامر، اللي بيحط اسعار التذاكر هو النادي. فالنهارده بيراميدز نزلت اسعار التذاكر، نادي بيراميدز نزل اسعار التذاكر غاليه. فانا الحقيقه كان رسالتي للمسؤولين في نادي بيراميدز، يعني الحياه مش ناقصه، الحياه مش ناقصه، احنا عايزين نتفرج على ماتش حلو، عايزين نتفرج على مباراه من الناحيه الفنيه زي المباراه اللي فاتت. اتبسطنا وطلعنا شكرنا نادي بيراميدز، وطلعنا قلنا نادي بيراميدز يعني من الانديه الكبيره. هل حضراتكم فاكرين مثلا، يعني انا ما اعرفش الحقيقه، من حق كل واحد ان هو يحط الرقم اللي هو عايزه، ولكن هل حضراتكم فاكرين ان جمهور الاهلي مش هيروح بالتذاكر او باسعار التذاكر اللي حضراتكم حاطينها؟ انا في حاجات صغيره كده الواحد بياخد باله منها، انا ما اعرفش حد خد باله من هذه من هذا الامر ولا لا. انا شايف كذا حد كده كاتب على السوشيال ميديا، ولكن مثل هذه الامور امور بسيطه، ولكن لازم على المسؤولين في نادي بيراميدز ان هم ياخدوا بالهم من مثل هذه الامور. كده كده جمهور الاهلي هيروح، وكده كده جمهور الاهلي هيشجع النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز بهذه المباراه كمان اللي هي يوم الاثنين اللي جاي. ولكن في حاجات صغيره تخليك ايه وانت قاعد، على الرغم يعني من ان مثلا لو حضراتكم شايفين الفتره اللي فاتت في قناه النادي الاهلي الكل بيسلك مسلك الاداره واللي هو الطبيعي، وهو احترام الكل، احترام كل الانديه، احترام كل الاسماء اللي موجوده في كل الانديه، كلهم على راسنا وكلهم اصدقائنا واخواتنا. ولكن في حاجات بسيطه كده ارجو ان هم يكونوا او ياخدوا بالهم من هذا الامر. كده كده جمهور الاهلي، والله انا متاكد حضراتكم هتشوفوا، حضرتك بتحط تذكرتك اغلى من اي تذكره تانية ب 50 او ب 70 او ب 100 جنيه. انت حر، ده انا بتكلم هنا على تذكره الدرجه الثانيه والثالثه، ماشي انت حر طبعا وكل حاجه، ولكن هل تفتكر ان جمهور الاهلي مش هيروح مثلا؟ يعني ان شاء الله 15,000 متفرج موجودين يوم المباراه ان شاء الله، وهنشوف. وان شاء الله تطلع مباراه تليق باسم الكبيرين، نادي الاهلي ونادي بيراميدز. انت بتقول الكبيرين، نادي بيراميدز اصبح فريق كبير، نادي بيراميدز اصبح من الفرق او فريق بينافس النادي الاهلي على بطوله الدوري. وبالمناسبه مش عارف الكلام ده ممكن، بس انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي جمهور واعي. وجهه نظري، انا كنت زعلان جدا 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 على رمضان صبحي، بعيدا عن اي حاجه، انا هنا بتكلم كواحد اتقال عليه ان هو واخد منشطات. الكلمه دي صعبه قوي يا جماعه، صعبه جدا. انا كنت مبسوط النهارده او امبارح بالليل لما شفت اقرار لجنه المنشطات بان رمضان صبحي اصبح غير موقوف. هتقولي مبسوط؟ هقول لك مبسوط والله جدا كمان، لانه مهما كان رمضان لعيب كوره، بعيدا عن اهلي وبعيدا عن بيراميدز وبعيدا عن اي حاجه، لعيب الكوره لما ما بيكونش عامل حاجه وتطلع عليه مثل هذه الاخبار ويتوقف، صدقوني بيبقى بيموت من جواه، بيبقى بيتقطع من جواه. فانا واحد من الناس من الاهلاويه اللي سعيد باظهار الحق اولا. على فكره ده رايي شخصي ليس له علاقه باي حاجه، ده رايي انا الشخصي، بما اني كنت بتكلم على بيراميدز واسعار التذاكر فحبيت ان انا اتكلم عن رمضان صبحي وبراءه رمضان صبحي. الحقيقه اللي انا بشوفها حاجه جميله جدا بالنسبه لرمضان. و
ان شاء الله يعني رمضان يرجع الفتره اللي جايه بعد يوم الاثنين ان شاء الله، ربنا يكرمنا يوم الاثنين ونقدر نكسب، وان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بالدوري العام المصري. انا بس حبيت ان انا اتكلم في نقطه التذاكر دي لانها نقطه مخلياني متضايق وانا قاعد يعني انا النهارده برضو كل ما الواحد يجي يتكلم على مباراه الاهلي وبيراميدز عايزين نتكلم فني وعايزين نتكلم كذا وعايزين نتكلم من كذا، تلاقي حاجه تطلع كده يعني تزعلنا شويه، ولكن جمهور النادي الاهلي قدها وقدود ان شاء الله 15,000 متفرج، او لو هي دي السعه يعني على ما اتذكر لو هي دي السعه الرسميه 15,000 متفرج ان شاء الله ان شاء الله يكونوا موجودين يوم الاثنين القادم. وانا ما اعرفش هل من الممكن ان يكون هناك تغيير لاسعار التذاكر ولا لا؟ عندنا وقت النهارده الاربع، في خميس وجمعه وسبت، ما اعرفش هل بقى لانه التذاكر نزلت على السيستم على تذكرتي، فهل ممكن يتم تغيير اسعار التذاكر؟ اتمنى ان ده يحصل من نادي بيراميدز ومن المسؤولين في نادي بيراميدز، وتبقى بادرة احترام كبيرة جدا جدا لجمهور النادي الأهلي. ده حاجة، كل اللي أنا بقوله ده حاجات شخصية، أتمنى إن هي تحصل، أتمنى إن هي تحصل في ظل إن إحنا ماشيين أو إدارة، هنا بقى أنا هتكلم عن إدارة النادي الأهلي ماشية في اتجاه الاحترام والود المتبادل ما بين الجميع. النهاردة الصفحة الرسمية للنادي الأهلي احتفلت بوصول رامي ربيعة أحد قادة الفريق للمباراة رقم 300 مع النسور الحمر، عقب مشاركته في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت أمس الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وكتبت صفحة النادي الأهلي مسيرة حافلة من الإنجازات للاعبنا رامي ربيعة في مختلف البطولات. ألف مبروك رامي ربيعة. ورامي مثال للاعب اللي ناس كتيرة جدا في بعض الأوقات قالت إيه؟ قالت لك يا جماعة رامي هيمشي من النادي الأهلي، أصل رامي بيتصاب كتير ومبطل. مش قالوا الكلام ده؟ رامي دلوقتي هو وياسر وعبد المنعم هذا الثلاثي ومعاهم متولي ومعاهم بقية الأسماء اللي موجودة كلهم بيلعبوا على كلهم أسماء كبيرة جدا جدا، ورامي هو اللي بيلعب أكتر المباريات خلال هذه الفترة. رامي نمرة واحد مع منتخب مصر، هو ده الفارق اللي دايما بنتكلم عنه. رامي كابتن النادي الأهلي أو واحد من كباتن النادي الأهلي، إن شاء الله يوصل للمباراة رقم 400 و500 و600 خلال المرحلة القادمة. الأهلي النهاردة وصل تدريباته بعد الفوز على مودرن سبورت زي ما قلت لكم من مباراة للتانية، المباراة للتانية عندنا مباراة يوم الجمعة اللي جاية أمام نادي الألمونيوم، ضيق وقت دور ال 32 في كأس مصر، طبعا البطولة الأقدم والأعرق هنا في مصر، معروف عنها طبعا إنها مليئة بالمفاجآت. الألمونيوم فريق كبير، اللي ما يعرفش الألمونيوم ده، الألمونيوم ده فريق كبير جدا وعميد أندية الصعيد طبعا، وعنده قاعدة جماهيرية لا بأس بها، وبيقوده فنيا كابتن هشام عبد المنعم. اكيد التتويج بلقب كاس مصر امر يعني نتمناه، الحفاظ على اللقب هدف اساسي للجهاز الفني واللاعبين، واصلا زي ما حضراتكم عارفين مشاركه النادي الاهلي في اي بطوله بتكون بهدف واحد فقط وهو التتويج باللقب في مواجهات او في اي بطوله بيلعب فيها النادي الاهلي. مواجهه الاهلي والألمونيوم على استاد القاهره يوم الجمعه الساعه 8 بالليل، ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه ويصعد ويتاهل الى دور ال 16. للاسف من الاخبار السلبيه بالنسبه لي هو تجدد الاصابه بالنسبه لمحمود متولي خلال التدريبات. منذ دقائق قليله اعلن دكتور احمد جبله طبيب النادي الاهلي إن محمود متولي مدافع الفريق يعاني من إصابة بشد في العضلة الضمة. نتمنى إن شاء الله إن محمود يرجع بالسلامة، لازم ياخد باله بقى من الفترة اللي جاية من التقويات أكتر، نشوفه إن شاء الله يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي ويرجع للفريق خلال المرحلة القادمة سالما. محمود متولي من اللاعبين الجيدين على مستوى ألعاب الصالة، الشغل ما زال مستمر وعملية التطوير ما زالت مستمرة من جانب المدير النشاط الرياضي، وهو والاستعداد للموسم الجديد في كل الألعاب
الأمور بتتم على قدم وساق، حيث بيتم تدعيم فريق السلة التعاقد النهاردة مع إبراهيم هشام، واحد من اللاعبين المميزين، وكان هناك منافسة قوية جدا 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 ما بين نادي الأهلي وناديين ثلاثة تانيين على هذا اللاعب الكبير الحقيقة، أو اللاعب المهم اللي يجي للنادي الأهلي لإضافة قوية وكبيرة جدا في كرة السلة. أيضا في كرة اليد تم التعاقد مع محمد عدلان لاعب فريق اليد مواليد 2006 لتدعيم فريق الشباب، شغل رائع عمله كابتن خالد العوضي خلال هذه الفترة. نادي الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع عدلان في مواليد 2006 قادما من طلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد. العوضي بيشيد بموهبة اللاعب ويؤكد أنه صاحب قدرات فنية عالية، وأنا هنا برضو بأؤكد أنه كابتن خالد العوضي هو اللي صاحب قدرات فنية وإدارية عالية جدا جدا، ربنا يكرم. وكابتن خالد الفترة اللي جاية عندنا كرة السلة فيها مشكلة إن شاء الله تتحل خلال أهو واحدة واحدة كده بنشوف حل واثنين وثلاثة، إن شاء الله ربنا يكرم والأمور تسير بشكل جيد خلال أو قبل بداية الموسم في كل ألعاب الصلاة. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير. بدأ المارد الأحمر تحضيراته دون راحة لمواجهة الألومنيوم في دور 32 من بطولة كأس مصر حامل لقبها الأهلي. الجهاز الفني طالب لاعبيه بصب التركيز على المواجهة المقبلة لتحقيق الانتصار وبلوغ الدور التالي، وناقش كولر مع جهازه المعاون التحضيرات الخاصة للمواجهة المقبلة وبرنامج تجهيز اللاعبين على الوجه الأمثل. أعلن أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن لاعب الدحيل والمنتخب القطري لمدة عام على سبيل الإعارة، وأن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن، وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا لرؤية المدرب مارسيل كولر. أعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ضم إبراهيم هشام لصفوف رجال كرة السلة لمدة 4 سنوات قادما من نادي طلائع الجيش، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب من أجل الانتظام في فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد مع الفريق. كما أعلن الكابتن العوضي التعاقد مع اللاعب محمد عدلان لتدعيم شباب 2006 لكرة اليد قادما من طلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد في ظل المنافسة على البطولات المحلية. أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم النجم الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب الفريق السابق المعتزل مؤخرة للجهاز الفني تحت قيادة المدرب الجديد الألماني هانز فليك. كان نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق قد أعلن اعتزاله كرة القدم الأسبوع الماضي وهو في 33 من عمره بعد مسيرة طويلة مع أبرز الأندية الأوروبية. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تمديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش رسميا، وأن العقد الجديد يمتد حتى 30 من يونيو لعام 2025. من جهته أعرب مودريتش عن سعادته الغامرة بتجديد عقده، وأكد أنه كان حلما عظيما له عندما انضم إلى ريال مدريد، وأنه يتطلع بشغف للمشاركة في رحلة جديدة حافلة بالإنجازات، وسيسعى جاهدا للفوز بمزيد من البطولات خلال منافسات الموسم القادم. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تمسكه بالمدرب إيدي هاو وسط تكهنات حول خلافة جارث ساوثغيت في منتخب إنجلترا لكرة القدم، وذكر دارين إيلز المدير التنفيذي لنيوكاسل أن ناديه عازم على الإبقاء على هاو لخوض رحلة مثيرة كونه الرجل المناسب لقيادة مشروع طويل الأجل، وسيتم مقاومة أي تواصل من الاتحاد الإنجليزي لتولي مهمة تدريب المنتخب. أشارت تقارير صحفية إلى دخول الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الأمريكي خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب المقال جريج برهالتر بعد وداع منتخب أمريكا لبطولة كوبا أمريكا 2024 من دور المجموعات. خضع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق أتلتيكو مدريد إلى الكشف الطبي في العاصمة مدريد تمهيدا لإعلان انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية، وسيوقع عقدا مع روسونيري مدته 4 سنوات حتى عام 2028 بعد اجتياز الفحوصات الطبية.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، كابتننا وكابتن مصر والنادي الاهلي السابق النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن؟ اهلا اسلام، اهلا بيك. ازيك يا كابتن؟ سعداء جدا بوجود حضرتك معايا كابتن ماهر. الاول طبعا مبروك، 14 فوز متتالي للنادي الاهلي في سلسله الانتصارات الاخيره، اخرهم مباراه مودرن اللي كلنا واحنا بنتكلم الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن انها واحده من الخطوات الصعبه للنادي الاهلي للعوده طبعا لصداره الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنبارك للنادي الاهلي مجلس ادارته وجماهيره والجهاز الفني واللاعبين على الاداء اللي بيتادى خلال الفتره اللي فاتت مع الصعوبه اللي احنا بنشوفها كل 3 ايام كابتن اسلام، مع درجات الحراره كمان اللي احنا بنعيشها خلال الفتره، يعني درجات الحراره يمكن قاسيه علينا بشكل كبير جدا، اول مره الصيف يجي لنا بالقوه دي وبالحراره دي، وده كل دي عوامل بتاثر على لعيبه النادي الاهلي اكيد في الاداء. لكن انا عايز احيي لعيبه النادي الاهلي طبعا من خلال برنامجك، وده اللي احنا قلناه ان معدن وشخصيه لعيبه النادي الاهلي بتبان في المواقف الصعبه، وفعلا هم في مواقف صعبه بشكل كبير جدا، لان في منافس قوي ومنافس احنا شفناه في المباراه اللي بيننا وبينه، كان واضح قوي ان هو ند للنادي الاهلي، النادي بيراميدز واضح ان كان ند للنادي الاهلي، عنده بردك لعيبه على اعلى مستوى، سكواد رائع الحقيقه نادي بيراميدز صراحه، يعني عنده مدير فني كمان عامل معاهم اجواء جميله جدا، عامل معاهم مكاسب حوالي يمكن 12 مباراه، 14 مباراه، وكانت المباراه طبعا الاهلي كانت هي يعني لو المباراة الأخيرة دي الأهلي كسب فتوقف عند 14 مباراة. وده واضح كمان بالحماس اللي كانوا موجودين عليه. بص يا كابتن إسلام، من أفضل المباريات اللي شفناها هذا الموسم الأهلي وبيراميدز. بالظبط، لقاء الأهلي وبيراميدز. والله يا كابتن دايما كان حقيقي يعني. الحقيقة دايما بنقول هذا الكلام وحضرتك ودايما بندي حتى نادي بيراميدز حقه، ولكن يعني انا ويوم الاثنين اللي جاي انا متاكد ان شاء الله ان احنا هنشوف مباراه تليق بالفريقين الكبيرين، ولكن في نفس الوقت موضوع حركه التذاكر ده، يعني انا بشوف ان التذاكر غاليه جدا جدا جدا، يعني بالظبط تذاكر الدرجه الثانيه والثالثه في مباراه بيراميدز. وبالمناسبه مره ثانيه بس انا حابب ان انا اقول هذا الكلام، انه من يضع اسعار التذاكر هو النادي صاحب المباراه، مش شركة تذكرتي ولا النادي الأهلي، لا، نادي صاحب المباراة القادمة هو نادي بيراميدز. هو كمان كابتن إسلام عايز يعني عايز يحرمك من ضلع مهم جدا وهو جماهير نادي الأهلي العظيم. خلي بالك ماشي، حقه إن هو يفكر بهذا الشكل وبهذا المنطق، ولكن في الآخر جمهور الأهلي يعني هيروح إن شاء الله، إن شاء الله أنا متأكد مليون في المية إن جمهور الأهلي هيروح، لأن الناس كلها بعتلي تعليقا على الكلام اللي أنا قايله، يعني إن إحنا كلنا موجودين يا كابتن، ويعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه، حقهم يمكن شايفين إن ده يكون جزء من الحق في إن هم عايزين يكسبوا علشان يعودوا مرة تانية والفرق يكبر لصالح، الفرق ما يكبرش قوي يعني لصالح النادي الأهلي. ودي الثقافة اللي إحنا اتعودنا عليها من جماهير النادي الأهلي، أي ثقافة جماهير النادي الأهلي ثقافة واعية وعنده حس بشكل كبير جدا، وعارف بيساند لعبته، وعارف ان لعبته محتاجاه في كل مباراه، وخصوصا المباراه القادمه، لان المباراه القادمه يعني هنلاقي شراسه اكتر كمان يا كابتن اسلام من المباراه الاولى. لكن عايز اقول مباراه كانت قويه جدا من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه، من ناحيه التغييرات اللي حصلت بالنسبه للاثنين المدربين، من اداء اللاعبين او اللعيبه اذا كانوا بيراميدز او النادي الاهلي في حته الروح القتاليه العاليه، لدرجه ان احنا ما حسيناش من المباراه، من حلاوه المباراه كان فيها تركيز بشكل كبير جدا للمشاهدين داخل الملعب وخارج الملعب، واول مره بصراحه نحس ان في نديه بصراحه داخل الملعب، مش عارفين مين هيكسب، اجوال كمان موجوده، هدف هنا وهدف هنا وهدف هنا وهدف هنا وتعادل، وبعدين طبعا قضيه اللي عودنا عليها قفشه من ضمن الحاجات الجميله اللي احنا شفناها، المهارات اللي كانت حضرتك كده بتتكلم عن ماتش بيراميدز، ماتش بيراميدز لان هو 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 انا بعتبره كابتن اسلام ان من افضل المباريات اللي اتلعبت في الدور الاول والدور الثاني الاهلي وبيراميدز صراحه من كل الناحيه الفنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه الخططيه، لا حاجه فعلا تحس كده ان حاجه عاليه جدا 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 من لعيبه النادي. ماتش حلو بصراحه قوي، والاهداف اللي احنا شايفينها يمكن سمير بيعرض لنا الاهداف الجميله اللي احرزها النادي الاهلي،
كلها مبنيه على تكتيك، جمل تكتيكيه اللعيبه متعودين عليها، اختراقات من على الاطراف، كورسات عرضيه. صحيح. طبعا دي ضربه الجزاء لوسام الهدف الثاني، الهدف الاولاني كمان كان هدف مميز لوسام، وجوده وحسه كهداف يا كابتن اسلام، وجوده في المنطقه المؤثره اللي بين ضربه الجزاء والسكس ياردة زي كهربا كده. صحيح. بيحس بالخطوره في المكان ده، فتواجده كان بشكل كبير. طبعا الهدف الثالث اللي قفشه عمله باتقان وبثقه واداء غير عادي، ومش جديد على قفشه، لان قفشه كمان الفترات اللي فاتت لما مستر كولر عنده ثقه كبيره جدا فيه وبيبدا يضيفه في الوقت المناسب، فعلا قفشه عند حسن الظن مستر كولر طبعا وجهازه الفني واللاعبين، قدر يسجل الهدف الثالث، هدف قاتل بشكل كبير. ده طبعا الهدف الاولاني حسين الشحات اللي بيقوم بدور كبير جدا جدا في الجانب الهجومي من ناحيه الاطراف من ناحيه العمق. حسين من اميز اللعيبه اللي موجوده في المباراه السابقه، عمل كروس عرضي بعيد خالص عن مدافعي بيراميدز محدش شافها، وطبعا وجود وسام في المكان المناسب عشان يسجل هدف يفتح بيه الجيم، يفتح بيه المباراه. واحنا اتعودنا كابتن اسلام ان الهدف الاولاني للنادي الاهلي بيدي ثقه كبيره جدا للاعبين، بيدي ثقه للجماهير، بيدي ثقه للجهاز الفني. وانا شايف ان يعني لعبتنا بصراحه بتادي مباريات اللي هي مؤجله بشكل احترافي وبشكل جيد. كمان عايز اقول يا كابتن اسلام، الكور الثابته كمان بقى ليها دور فعال بشكل كبير. يعني مباراه مثلا فيوتشر، لما سمير يمكن يجيب لنا اللقطات، هتلاقي ان كان الجيم مقفول بشكل كبير جدا، وده بيرجع ليه صحيح كابتن طلعت برضو هنجيب لحضراتكم حالا اللقطات من ماتش المودرن. اتفضل يا كابتن. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي كابتن طلعت احنا بنحييه من خلال طبعا برنامج كابتن اسلام، خبره كبيره جدا في مجال التدريب، شخصيه محترمه، شخصيه فنيه، بيقرا بشكل كبير، بيعرف يتعامل مع الفرقه الكبيره اذا كانت الاهلي، بيعرف يتعامل معاها ازاي وبيحترمها بشكل كبير، في انه بيقفل مفاتيح اللعبه من الناحيه الفنيه، بيقفل خطوطه الثلاثه، لانه هو عارف قيمه النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي خطورته في كل وقت. فانت النهارده عشان تقفل خطوط الثلاثه وتلعب في 30 ياردة، انت بتحترم نفسك رقم واحد، ثم بتحترم النادي الاهلي رقم اثنين. فالكابتن طلعت انا بحييه على ادائه في هذه المباراه من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الدفاعيه بشكل كبير كان عنده توازن بنسبه يمكن 70 او 75% بشكل كبير في هذه المباراه. دي طبعا الهدف الاولاني اللي سجله فيوتشر نتيجه مهاره فرديه وتصويب، يعني هدف مباخت بالنسبه لنا، يعني راجل اخترق نص الملعب ثم مدافعي النادي الاهلي ثم تصويبه مفاجاه باحراز صحيح. هدف عارف يا كابتن اسلام، ما كناش قلقانين، يعني الاهلي خسران مظبوط لحد الدقيقه مثلا 34 35 في الشوط الاولاني، لكن احنا حاسين ان احنا هنقدر نرجع للمباراه. لعبتنا عودتنا بصراحه من خلال ادائها في المباراه المؤجله بشكل كبير ان هي قادره ان هي ترجع للمباراه. وشفنا يمكن الفرص في الكور الثابته بالذات اللي احنا بناكد عليها في المباريات اللي فيها تكتل دفاعي بهذا الشكل يا كابتن اسلام. فالدور الكور الثابته ليها دور كبير جدا ودور فعال في فتح هذا التكتل. نجح مستر كولر بشكل كبير جدا من ناحيه الكرات الثابته الجانبيه، وده يمكن الهدف الاولاني من ضربه ثابته، اتقان من قفشه عملها يعني هاف كروس جميل في المنطقه المؤثره، عشان مين يروح لها؟ المقاتل اللي انا شايفه امام عاشور اللي بيتابع بشكل كبير جدا جوه خط 18 وعنده النزعه الهجوميه وعنده الاصرار على احراز الاهداف. طبعا كمان النهارده بيفاجئنا بضربه راس جميله، يعني بردك يمكن امام اول مره بنشوفه في حته مهاره ضرب كره بالراس، ان هو بيروح وبياخد الخطوه قبل مدافع فيوتشر وبيسجل هدف كابتن اسلام من الاهداف الجميله جدا جدا جدا، صعبه جدا على حارس المرمى لان طبعا فيها قوه وفيها اتقان ورايحه في الزاويه القاتله زي ما بيقولوا، اللي هو المقص الصعب جدا على حارس المرمى. صحيح. عشان يسجل هدف من الاهداف الجميله ونعود للمباراه مره ثانيه 1-1. خلاص كل الناس اطمنت، لا النادي الاهلي قادم، النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يغطي الجول بهدف ثاني، وطبعا قدر النادي الاهلي يغطي الهدف الثاني
ويكسب المباراة بهدفين مقابل هدف عشان يأكد أني فعلا يا كابتن إسلام عندنا سكود جميل جدا. والسكود الجميل طبعا ده برضك كرة ثابتة. التغييرات بقى اللي عملها مستر كولر المؤثرة دي حاجة بقى بقت واضحة قوي في المباراة السابقة. حقيقي ان كل التغييرات اللي مستر كولر بيبدأ يضيفها في بداية الشوط الثاني كلها هجومية وكلها مؤثرة بشكل كبير. بنقول لتاو حمد لله على السلامة بقى له فترة كن حلو صراحة. مش متوقعينه برضو من بيرسي تاو خلي بالك. بالظبط وجوده كمان يا كابتن اسلام في مكان غريب جدا زي ما بقول لك يعني استخبى كده بين المدافعين. صحيح. وخد 6 ياردة وسبحان الله قدر طبعا حسين الشحات ان هو يقدر يعمل له كورنر بشكل مؤثر في منطقه مؤثره عشان يلمسها بس بدماغه اي لمسه في المكان ده يعني بتبقى جوه الثلاث خشبات. هدف من الاهداف الجميله جدا وده طبعا يمكن خطا لكهربا اللي لسه نازل لكن طبعا كهربا ما كانش دخل اجواء المباراه لسه لكن كهربا بالحس الهجومي قدر يتوقع ان المدافع هيخطا الخطا ده طبعا انطلق واخترق ويعني بترقيصه جميله لحارس المرمى لكن نهايه الهجمه ما كانتش ايجابيه بالنسبه لكهربا عشان يضيع هدف ثالث كان ممكن للنادي الاهلي في خلال نزول كهربا في الفتره اللي هو قضاها في الشوط الثاني. الحقيقه يعني مباراه كانت صعبه برضو كابتن طلعت الحقيقه من المديرين الفنيين. الحقيقه انا برضو معلش يا جماعه انا لازم اقول برضو الكلمتين دول بالنسبه لي مهمين جدا. انا شايف ان اسعار الدرجه الثالثه في مباراه بيراميدز الاخيره الاهلي وبيراميدز الاخيره يعني وكان هنا النادي الاهلي هو اللي مسؤول عن تسعير التذاكر كان النادي الاهلي مسعر الدرجه الثالثه ب 75 جنيه والدرجه الاولى ب 250 جنيه وال يعني هنا الدرجه الثالثه ب 200 جنيه اللي هي مباراه يوم الاثنين القادم لان نادي بيراميدز هو اللي بيسعر التذاكر فرق كبير يا كابتن اسلام قوي فالدرجه الاولى 2000 جنيه والمقصوره 5000 جنيه يعني اعتقد ان دي اسعار كبيره جدا جدا عمرها ما حصلت في تاريخ الكرة القدم المصريه يعني انا مش عارف الحقيقه نادي بيراميدز يعني طبعا كل واحد له الحق في اختيار ما يراه مناسبا ولكن انا بشوف ان اسعار التذاكر دي مغاله فيها بحد كبير جدا جدا. انا مستعد اشرح لحضراتكم ال 75 جنيه دول اشمعنى ال 75 جنيه لانه في جهات يعني كذا حته بتاخد ال 75 دول فالنادي الاهلي بيوصل لسعر التكلفه تقريبا ما بيكسبش حاجه فانت لو حطيت 100 كنادي بيراميدز مثلا ما عندكش يعني ماشي تبقى مقبوله لكن تحط فأسعار الدرجة الثالثة 200 جنيه وهي يعني متوسط الأسعار التذاكر أنا قلت للشباب دلوقتي يجيبوا لي فقالوا لي متوسط أسعار التذاكر في الدوري كله أسعار الدرجة الثالثة 75 جنيه ففرق 125 جنيه في التذكرة الواحدة يعني برضو أدعو المسؤولين لنادي في نادي بيراميدز او المسؤول عن تسعير التذاكر في نادي بيراميدز ان هو يعني ينظر لهذه التذاكر لانه الحقيقه الامور يعني صعبه وكده كده خلي بال حضراتكم وانا هنا بقول لحضراتكم رساله لكل جماهير نادي بيراميدز او لكل المسؤولين في نادي بيراميدز انا بقول لكم رساله انه كده كده جمهور النادي الاهلي هيروح فيعني ما تفتكروش ان هم مش هيروحوا هيروحوا برضه ان شاء الله يعني وهنشوف يوم الاثنين اللي جاي هو النادي بيراميدز كمان يا كابتن اسلام مش عايز يتربح من المباراه يعني هو ما شاء الله يعني لا هو من حقه ان هو يتربح ومن حقه ان هو عايز يكسب الدوري ومن حقه ان هو بيحارب بكل الطرق علشان يقلل الجماهير لان هو عارف ان الجماهير لها دور كبير جدا في مباراه الاهلي وبيراميدز ولكن تمام خلاص طالما من حقه يبقى خلاص لكن انا اقصد هنا اقول ايه انه كده كده ان شاء الله انا متاكد وحضرتك متاكد زي ما حضرتك متاكد ان كل جمهور النادي الاهلي هيبقى موجود برضه في هذه المباراه ولكن دايما كل مباراه الاهلي وبيراميدز دايما تلاقي حته كده معموله مع ان احنا دايما بنتكلم بنحب نتكلم فني يعني في 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 هذا التوقيت تحديدا يعني وخصوصا استمتعنا بالمباراه الاولى يعني ولسه حضرتك كنت بتقول حالا المباراه الاولى كانت من المباريات
اللي بصراحه من افضل المباريات اللي اتعملت في الدور الاول والدور الثاني، يعني من افضل المباريات اللي موجوده في الدوري. ف يعني ومباراه يوم الاثنين كمان يا كابتن اسلام هتبقى اقوى من المباراه الاولى، وده اللي احنا بنطلبه. يعني هنا في خلق مساحه بشكل كبير جدا اتحطت لحسين الشحات، كابتن سمير بيجيب لنا الجول الاولاني، وسام بقى اللي مسنطر بشكل جيد، وسام بقى له فترات المباراه اللي فاتت والمباراه اللي قبليها تحس ان احنا فعلا يعني على موعد مع هداف، على موعد مع مهاجم من الحاجات العيار الثقيل. وسام فعلا كل مباراه بيتقل بشكل كبير جدا، حتى كمان في ضربات الجزاء عنده اتقان بشكل جيد، وبيحطها في زاويه صعب جدا على حارس المرمى الشناوي يقدر يعمل لها حاجه. كمان قفشه المتخصص في التصويبات المؤثره خارج ال 18، واحنا قلنا ان احنا عندنا اكتر من لعيب رجليه ما شاء الله على المرمى في مهاره التصويب مؤثره بشكل كبير، على راسهم طبعا امام عاشور ثم قفشه كمان حسين الشحات وسام. فدي برضك من ضمن المفاتيح اللي بيعتمد عليها مستر كولر صحيح في المباريات المؤثره او المباريات القويه بهذا الشكل. ان انت عارف يا كابتن اسلام بيبقى في مباريات خلاص الجيم مقفول واضح قوي، لكن بيبقى عشان افتح الشفره بتاعه التكتل الدفاعي ده تعليمات مستر كولر للاعبين اللي داخل الملعب او اللعيبه البدلاء. رقم واحد مهاره التصويب مهمه جدا بالنسبه لنا، محتاجين ان احنا نشوف الشوط الاولاني على الاقل 4 5 6 7 8 فرص تصويب على المرمى نقدر نضعفهم الشوط الثاني، ودي من ضمن التعليمات اللي مستر كولر على طول طبعا بيديها للعيبه النادي الاهلي من خلال الشوط الاول او من خلال الشوط الثاني. وده اللي احنا كنا حاسين بيه ان الشوط الثاني النادي الاهلي هيتغير تغيير كبير جدا من ناحيه الشكل ومن ناحيه الاداء من ناحيه التكتيك ومن ناحيه تحقيق الهدف وهو الفوز بالثلاث نقاط عشان نكمل المشوار اللي احنا بنسعى ليه، وهو ان شاء الله بطوله الدوري العام، وكمان ان شاء الله ركوبنا على الجدول في المركز الاول، وده المركز اللي احنا بنفضله، ولما بنوصل له يا كابتن اسلام صعب جدا حد يقدر يحرك النادي الاهلي عن هذا المكان. ومهما كانت اسعار التذاكر سنجد او ستجد جمهور النادي الاهلي موجود في كل الاستادات ورا فريقه، مهما كانت اسعار التذاكر ومهما كانت غاليه ومهما كانت العقبات اللي بتوضع امام جمهور النادي الاهلي، ولكن ستجد دائما جمهور النادي الاهلي في ظهر فريقه، لانه بدون جمهور النادي الاهلي في هذه الفتره ما كنتش اعتقد ان فريق النادي الاهلي يصل الى هذه المرحله من التركيز الشديد، وان هم عايزين يحافظوا على الدوري بكل الطرق عشان خاطر جمهورهم. واعتقد انه ما حدث من تسعير التذاكر بسعر غالي قوي لهذه الدرجه، يمكن السعر الاغلى في الدوري المصري، اعتقد ان ده هيكون دافع كبير جدا جدا للاعبين قبل الجمهور كمان ان هم يبسطوا جمهورهم اللي موجود في المدرجات ان شاء الله. انت عارف كابتن اسلام لو هم يسمحوا لنا بس بالعدد اكتر من 15 انا متاكد الاستاد هيتملي. طبعا جماهير النادي الاهلي عظيمه، جماهير النادي الاهلي مثقفه وواعيه. صحيح. لو انت النهارده سمحت لنا بس اكتر من 15,000 انا متاكد ان الاستاد هيبقى لا كويس يا كابتن، احنا كنا الاول 5 وبقينا 10 دلوقتي 15 ان شاء الله مع عوده الجمهور. وجمهور النادي الاهلي هو اللي طبعا. الحمد لله الدنيا بتمشي وراه على طول، لانه جمهور النادي الاهلي دايما بيقف ورا فريقه، ودايما هو الجمهور الافضل. بص العظمه، بص الحلاوه، بص الجمال، بص الحلاوه، كل حاجه حلوه. يعني انا كان نفسي ابقى مكان وسام ابو علي كده واجري على الجمهور. بس انا ما كنتش بجيب اجوان، احنا ما كناش بنجيب اجوان، احنا كنا بس انت كنت بنقعد نتفرج تصنع يعني نقعد نتفرج بس على جمهور عظيم، جمهور عظيم، جمهور رائع يستحق كل التحيه وكل التقدير الحقيقه خلال هذه الفتره. قبل ما ارجع اتكلم كمان النهارده التعاقد مع ايمن يوسف لاعب نادي الدحيل القطري على سبيل الاعاره لمده سنه، اعتقد ان هو باللي عارفينه واللي سمعناه واللي شفناه مكسب كبير للنادي الاهلي، وده من ضمن نتمنى له التوفيق. يعني طبعا ضمن الاستراتيجيه اللي النادي الاهلي بيبحث عنها خلال الفتره اللي فاتت لجنه التخطيط مع الكابتن محمود الخطيب. طبعا وقع الاختيار على اللاعب، وطبعا احنا شفنا اللاعب
في خلال الدوري القطري من الحاجات الجميلة، لعيب مميز، لعيب مهاري، لعيب يعني بيجيد ألعاب الهواء، اختيار لمستر كولر ولجنة التخطيط اختيار جيد، إن شاء الله يبقى إضافة لينا يا كابتن إسلام خلال الفترة القادمة بإذن الله. فدي من ضمن الحاجات اللي لجنة التخطيط طبعا من بدري بنبحث عنها بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة، وده كله نتيجة إن مستر كولر يهمه جدا ان هو خلال الفتره القادمه ان هو يعني يجيب اللعيبه اللي هو محتاجها ان شاء الله خلال الموسم الجديد، اللعيبه اللي هتبقى موجوده معاه ان شاء الله. احنا عندنا اكتر من 5-6 بطولات، فانت محتاج لعيبه تكون على مستوى احترافي جيد جدا يفيدوا النادي الاهلي زي وسام، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها جه شهر واحد صراحه برضه. يعني فاحنا محتاجين حاجات بالشكل ده كابتن اسلام نقدر نضيفها، لان ظروف النادي الاهلي غصب عنه بيلعب في 5-6 بطولات طول السنه، فمحتاج طبعا لعيبه ان شاء الله يكونوا على مستوى دولي اولا، ثم طبعا يفيدوا النادي الاهلي في خلال الفتره القادمه. هي مباريات كثيره جدا خلال الفتره الاخيره، يمكن كل 3 ايام مباراه يا كابتن، ما بين الدوري ويوم الجمعه القادمه كاس بتلعب دور ال 32 او بتلعب في دور ال 32، ومن المعروف دايما ان مباريات الكاس بيبقى دايما مباريات المفاجآت، وبالتالي ما حدش يعتبر ان هي مباراه سهله، يعني ما حدش يعتبر ان احنا رايحين عشان نكسب ونوصل لدور ال 16. هنتكلم اكتر عن هذا الامر، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن ان النادي الاهلي بيغلق ملف الدوري مؤقتا حتى يستعد للكاس من خلال مباراه الالومنيوم القادمه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، اعتقد ان في مثل هذا التوقيت، ما اعرفش قول لي صح ولا غلط، الاداء مش لازم يكون افضل حاجه، ولكن الاهم دايما هو 3 نقاط في الدوري والصعود للدور اللي بعد كده في الكاس. هو بص يا اسلام، احنا بصراحه يعني بقى لنا 3 مباريات، ال3 نقاط والاداء، الاداء اتحسن بشكل كبير جدا بصراحه. يعني كمان بقى في متعه في مباراة النادي الأهلي من خلال الأهداف، من خلال المكسب، من خلال التحركات، من خلال الجمل التكتيكية. فكمان اللعيبة بصراحة بدأت تأدي أداء كمان يبسط الجماهير، يعني صحيح. ما اكتفتش بس ب3 نقاط، لا كمان أدت أداء يليق بقيمة هؤلاء اللاعبين وبقيمة النادي الأهلي. طبعا موضوع الكاس يا كابتن اسلام، يعني انا بشفق على اللعيبه بصراحه، يعني احنا لسه ما لحقناش، يعني احنا كنا في الدوري وفاجئنا ان احنا يوم الجمعه هيبقى مباراه الكاس دور 32 مع طبعا نادي الالومنيوم اللي هو بيمثل الصعيد، بطل الصعيد، يعني الالومنيوم ده ليه باع وليه تاريخ كبير جدا جدا في الكره جنوب الصعيد، يعني ويمكن كان موجود في الدوري الممتاز على فترات، وخرج منه لعيبه كمان مميزه يمكن موجوده في بعض الانديه في الدوري الممتاز. صحيح. من ضمن الحاجات الكويسه كابتن اسلام ان احنا خلاص قفلنا المستر كولر، عشان راجل محترف وراجل بروفيشنال، وهو بيحترم كل الانديه وبيحترم كل الملفات اللي بيشتغل من خلالها، قفل ملف الدوري وبدا يفكر في ملف كاس مصر اللي هو يوم الجمعه. صحيح. وبدا يعني الجهاز الفني يبدا يجيب له معلومات عن نادي الالومنيوم، اخباره ايه، خلص الدوري امتى، بقى لهم فتره مريحين، فتره طويله قوي، حوالي 3-4 اشهر. فطبعا الله يكون في عونهم برضه والله، يعني هيقابلوا طبعا النادي الاهلي، وهم بالنسبه لهم طبعا مكسب كبير انه هيقابلوا النادي الاهلي، طبعا عيد بالنسبه له، كل الناس بتتفرج عليه، الاستوديو التحليلي، التلفزيون، كل يعني وسائل الاعلام بتغطي هذه المباراه، حتى لعيبه الالومنيوم كمان يقول لك انا لو ما اعمل مباراه كويسه مع النادي الاهلي ممكن يبقى لي فرصه كمان يا كابتن اسلام اروح حته. صح. لو جبت جول هبدا انور، الجول ده ممكن يوديني مكان في الدوري الممتاز، ممكن يوديني مكان تاني بهذا الشكل. لكن طبعا مستر كولر وجهازه الفني بيحترموا هذا الكلام، قدر ان هو يتفرج على بعض الشرايط بالنسبه للالومنيوم، بعض المعلومات، عشان كمان هو يقدر يتعامل مع هذه المباراه، لان مباراه كؤوس يهمه برضك ان هو يكسبها، ازاي التشكيله المناسبه لهذه المباراه، برضك هو بيفضل ان اللعيبه اللي ما لعبتش يبقى لها دور في هذه المباراه، لاجل كمان ان جاهزيه بعض اللاعبين، في بعض اللعيبه ما وصلتش للفورمه
اللي هي يعني فورمه المباريات بشكل كبير. فالنهارده فرصه ان مستر كولر يشرك بعض اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا في خلال الفتره اللي جايه لاجل مباراه 90 دقيقه يقدر يعتمد عليهم بعد كده في ملف الدوري العام. اكيد يا كابتن اسلام هيبقى في تغييرات كبيره جدا في صفوف النادي الاهلي في هذه المباراه. هنشوف ناس يمكن بقى لها فتره ما شاركتش بصفه اساسيه. طبعا كمان خلي بالك كابتن برضو، ما هم معظم الناس تقريبا معظم الناس شاركت لعبت بالظبط، لكن مش هيبقى فيه ثبات للتشكيل زي مباراه الدوري يعني. مش هيلعب بقوه ضريبه، هتحتاج تغيير كبير. ممكن تلاقي زنفولي بيلعب مثلا، ممكن برضك الراجل يهمه كمان ان هو يدي لبعض اللاعبين لاجل فتره التقييم اللي هو هيعملها في نهايه الموسم. يهمه جدا يشوف الناس يعني في اماكنها. انا شايف ان المباراه دي هيبقى فيها تغيير عدد من بعض النجوم المؤثرين، وفرصه برضه كابتن اسلام ان احنا نريح بعض اللعيبه. يعني في بعض اللعيبه يعني بقى لها فتره طويله جدا بتشارك بصفه اساسيه صراحه، فمحتاج انك انت تريح برضك اهو. يعني انت هترجع بعديها بيومين على مباراه بيراميدز، يعني مباراه اقوى كمان، فاكيد هيبقى اعتقد هيبقى في راحه اكتر لعدد كبير من اللاعبين بالظبط كده. انا عندي احساس بشكل كبير مستر كولر هيدي راحه لبعض النجوم بره الفرقه خالص، اللي بقى لها فتره بشكل كبير. واحنا كمان يا كابتن اسلام الفتره اللي فاتت عندنا ثقه كبيره جدا في الدكه، في كل اللاعبين صحيح، في كل اللعيبه صحيح، لان واضح ما شاء الله. يعني احنا النهارده لما احتاجنا الدكه بنلاقيها، وبنلاقيها بشكل كبير وبشكل مؤثر، ودي حاجه بتحسب لعيبه النادي الاهلي بصراحه. النهارده ما تقدرش تقول مين اساسي ومين احتياطي، كل ال 30 لعيب زي بعض، اي حد هتجي له فرصه هينزل ان شاء الله يؤدي ويكون ايجابي بشكل كبير. يعني اذا من المتوقع او من وجهه نظر حضرتك ان احنا نجد تغيرا شاملا في ال 11 لاعب بالظبط؟ ال 11 يعني هيبقى في تغيير بشكل كبير جدا. بعض اللعيبه المؤثره مش هتبقى موجوده ولا حتى على الدكه. الراجل هيفضل ان هو فرصه يا كابتن اسلام انك انت تلاقي يوم او يومين، خد بالك بتفرق مع اللعيبه جدا، خصوصا اللعيبه الاساسيين اللي هم بقالهم فتره بيلعبوا رجلهم موجوده في الملعب. فالنهارده لما بيبعد هو يوم او اتنين، حاله الاستشفاء دي بتعود عليه صحيح بعد كده في المباراه القادمه، يعني اللي احنا محتاجينها يعني. ولكن انت في ظل او في وسط هذه او المباراه جايه في الوسط ما بين بيراميدز مودرن الامونيوم بيراميدز، يعني لو انا مدرب وعايز العب لعيب جاي من اصابه، واحد زي عمر كمال مثلا عايز العبه يوم الاثنين مثلا، انا بقول يعني الاسم اللي جه في بالي، العبه يوم الجمعه ولا لا في ماتش الالومنيوم؟ يلعب جمعه واثنين، العب يوم الجمعه ان شاء الله، حتى اديله شوط اطمن بس عليه يعني. اذا انا كنت هشركه يوم الاثنين مثلا، فاديله فرصه ياخد يعني يطمن على الاصابه ويطمن على مستوى والاداء، ويبدا شوط او شوط مثلا 10 دقائق زي ما بيعمل مستر كولر، ويبدا التغيير لبعض اللاعبين الاخرين. ده كل اللي حتى لو جاي من اصابه طويله شويه، يعني حتى لو جاي من اصابه انا شايف يعني ياخد فرصه كويسه قوي. وده السيستم يا كابتن اسلام الواضح. يعني حتى بيراميدز لما لعب مباراه الكاس لعب ب 13 لعيب غير اللعيبه الاساسيه. فيعني ده عرف متبع في الكاس دايما، بيبقى انما المدير الفني عايز يطمن على بعض اللعيبه لما تاخد مباراه بهذا الشكل 90 دقيقه، يقدر يطمن عليه، ممكن يدفع بيه في مباراه الاهلي، ممكن يبقى بديل قوي في مباراه النادي الاهلي. فاحنا كمان اكيد مستر كولر بيفكر بنفس التفكير يعني، هيفضل يدفع. ماشي في هذا الاتجاه، اتجاه التدوير، ولكن هنا مش تدوير، هو هنا راحة عدد كبير من اللاعبين للمباراة اللي بعدها بالظبط. من وجهة النظر أو مش من وجهة النظر، هي بالفعل بالنسبة للدوري يعني هي الأهم بالظبط. يعني برضك عينه يعني، لكن الراجل ما شاء الله من خلال يعني احترافيته هو بيبص لكل مباراة إن ده الملف اللي أنا بشتغل عليه صح. اللي أنا عايز أوصل بالهدف فيه ان انا اكسب واتنقل للمرحله اللي بعد كده، وبعد كده افتح الملف بقى اللي بعده صحيح. ودي من ضمن الحاجات اللي بيعملها مستر كولر بصراحه، وتحسب له احترامه للخصم، وبعدين العلاقه اللي بينه وبين اللعيبه خصوصا في اوضه اللبس، العلاقه اللي فيها الثقه، العلاقه اللي فيها المتبادله اللي بينه وبين اللعيبه، اللعيبه بتثق فيه بشكل كبير جدا، وهو بيثق في اللعيبه بشكل كبير جدا. وده اللي منجحنا خلال الفترة اللي فاتت اسلام، تحس ان اللعيبة كلها متكاتفة، اللعيبة كلها
رجل واحد، قلب واحد، دوافع الفانيلا الحمراء، كل اللعيبه عايزه تشارك. فبقى في صراع من لعيبه النادي الاهلي على المشاركه، وده زي ما قلت لك ان الثلاث مباريات اللي فاتوا بقى في حلاوه في الاداء. يعني احنا النتيجه مع النتيجه مع اداء بصراحه حاجه جميله بتحسب للمنظومه ككل يعني. طيب خلينا ننتقل الى موضوع اخر، هو موضوع السوبر المحلي. السوبر المحلي هيتلعب في الامارات في الفتره من 4 ل 7 بمشاركه بطل الدوري، بطل الكاس، بطل كاس السوبر او بطل كاس الرابطه، وفريق يتم دعوته من اللجنه المنظمه. اعتقد شكل بطوله جيد الشكل كله يعني. احنا بينا مطمع يا كابتن اسلام بصراحه في دول الخليج وافريقيا، بينا مطمع خصوصا النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي لما بيشارك في اي حاجه بتضمن نجاحها 100%، من الناحيه التنظيميه، من الناحيه الفنيه، من ناحيه الشكل، من ناحيه الاداء. فطبعا يعني بطوله السوبر بنحيي طبعا المسؤولين، وخصوصا هنا يعني اذا كانت الرابطه او اتحاد الكوره، وفي نفس الوقت دوله الامارات الدوله الشقيقه اللي بتساند الكره المصريه بشكل كبير، وتملي بتصارع وبتحاول ان هي يعني تخطف الحاجات اللي بتنور، اذا كانت فيها بطوله كاس، بطوله سوبر. فالنهارده البطوله دي انا شايفها كابتن اسلام هتنجح نجاح باهر في دوله الامارات، وان شاء الله كالعاده يعني كالعاده صراحه. يعني من ناحيه تجهيزيه، من ناحيه دخول الجماهير المصريه اللي موجوده هناك، من ناحيه الصراع بقى اللي موجود طبعا 4 فرق اللي بيمثلونا ان شاء الله، بيمثلوا الكره المصريه خارج مصر. فانا شايف ان شاء الله ان بطوله كاس السوبر المصري هتبقى بدايه الفاعليه ونجاحها ان شاء الله في دوله الامارات، وهتدي فرصه بعد كده ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل البطوله ديت ممكن في السعوديه، ممكن في قطر، يعني حسب ما هيبقى الطلب عليها بشكل كبير يعني. طيب امبارح ايضا كان في فيديو ترويجي الحقيقه نشره النادي الاهلي عن كاس العالم للانديه 2025 بمشاركه 32 نادي، حاجه جميله جدا، وحاجه اعتقد ان هي مهمه او بطوله مهمه جدا جدا. ودي كمان من ضمن البطولات اللي بقى فيها رقي، اللي بقى فيها طبعا عدد كثير جدا من الانديه المشاركه. فده اذا كان بيدل كابتن اسلام بيدل على ان احنا رايحين لحته تاني، يعني الكره المصريه بتتنقل ان شاء الله باذن الله من خلال الانديه ان شاء الله، ومن خلال المنتخبات الفتره اللي جايه. نفسنا يعني يبقى يعني عهد الكره المصريه، احنا اسياد افريقيا واسياد اسيا، نرجع تاني ان شاء الله باذن الله للرياده في الرياضه المصريه، خصوصا في كره القدم. فطبعا يعني فرق هتبقى بتشارك، فرق عالميه يعني كلها مصنفه بشكل كبير، فهيبقى احتكاك وافاده كابتن اسلام لكل كبيره جدا وحاجه مهمه جدا يعني. واحتكاك وافاده ماديه ومعنويه وكل شيء الحقيقه تخص هذا الامر. برضو خلينا نتجه اتجاه اخر، والمنتخب الاولمبي مباراتين وديتين، المباراه الاولى امام اوكرانيا وتعادل ايجابي، اما في المباراه الثانيه اللي انتهت منذ ساعه او ساعتين تقريبا، فوز المنتخب الاولمبي بهدفين مقابل هدف امام المنتخب العراقي استعدادا لمباراه دومينيكان ان شاء الله يوم ال 24. هو اولا الراجل البرازيلي راجل مصنف، ويعني حقق البطوله قبل كده، فعنده من الخبرات اللي يقدر يفيدنا بشكل كبير جدا في هذه البطوله. هو برضك راح سافر في وقت يعني جيد، احتكاكه بمدرستين مختلفتين برضك احتكاك قوي، اوكرانيا من الفرق المصنفه بشكل كبير، تعادل 1-1 ده نتيجه ايجابيه، وبعدين بطل العراق طبعا مكسب العراق 2-1 يعني مدرسه تاني اسيويه مهم جدا ان هو يحتك بيها. دي بتديله ثقه كابتن اسلام انك انت وانت داخل على البطوله تبقى انت كمان اطمنت على اللعيبه من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه. اختيارك للعيبه في بدايه المشوار مهم جدا، بيجمع بين الخبره، هو دلوقتي ما شاء الله يعني عنده من اللعيبه الخبره اللي تقدر تقود مجموعه المنتخب الاولمبي، عنده النندي، عنده كوكا، وعنده افتكر الثالث نيني زيزو عزيزو فالثلاثه برضك من اللعيبه اللي عندها كده كده سنه، هو النني وزيزو هو ما خدش غير النني وزيزو
كباتن موجودين عندهم خبره بشكل كبير يقدروا صحيح. يساعدوا اللعيبه في خلال بدايه المشوار. ويعني طبعا اختيار جيد للجهاز الفني، ونتمنى ان شاء الله باذن الله البطوله ديت ان احنا نرجع فعلا. حاسس ان ممكن يعمل حاجه المنتخب الاولمبي في ظل الامور اللي احنا شغالين فيها بقالنا فتره. يعني انا بس بعذرهم يا كابتن اسلام، لان طبعا امور صعبه جدا. يعني يا عيني الفتره اللي فاتت البيت متلخبط، صحيح الكروي المصري متلخبط بشكل كبير جدا. لكن احنا امنا بقى، لان هم دول القاعده والنواه اللي هيعتمد عليها كابتن حسام حسن خلال الفتره الجايه مع المنتخب الاول. كابتن حسام حسن وجهازه الفني حاطط عينه على البطوله دي، وحاطط عينه على اللعيبه بتوع المنتخب الاولمبي، ممكن تفيده خلال الفتره اللي فاتت اللي هينور فيهم في هذه البطوله. اكيد الكابتن حسام هيبقى يعني يستعين بيه، وده المطلوب يا كابتن اسلام. انا في رايي استعانه الكابتن حسام بلعيبه المنتخب الاولمبي افضل من اللعيبه المحليه. صحيح، لان اللعيبه المنتخب الاولمبي يا كابتن اسلام احتكوا برضه، عندهم عدد من المباريات الدوليه بشكل كبير، ودي بطوله كمان كل الانظار متسلطه عليها. فاكيد الكابتن حسام هيتابع بشكل كبير لعبته مع المنتخب الاولمبي، وان شاء الله بعد البطوله انا متاكد ان الكابتن حسام هيختار مش اقل من 3 4 لعيبه من لعبة المنتخب الاولمبي اضافه للمنتخب الاول. مجموعه بتضم مصر واسبانيا واوزبكستان والدومينيكان، اعتقد مجموعه يعني هم في الاخر طبعا اوزبكستان ودومينيكان منتخبات وصلت للاولمبياد وبالتالي منتخبات قويه. ما هو كابتن اسلام يعني احنا مع الاسف الخريطه بتتغير، يعني احنا صحيح. شفنا في افريقيا البطوله اللي فاتت البطوله الافريقيه يعني كل المش مصنف احرج الفرق الكبيره المصنفه. فالنهارده انا شايف ان مجموعتنا قويه ومحتاجه شغل كبير جدا، طبعا يمكن على راسهم اسبانيا، لكن طبعا ما بنقللش من قيمه الفرقتين اللي قبل كده. لا طبعا يهمنا جدا ان احنا نعمل معاهم نتائج ايجابيه تفرق معانا، ممكن نخش تاني مجموعه مع اسبانيا، يبقى شرف لينا وشرف للكره المصريه والمنتخب الاولمبي. يعني انت حاسس بميداليه ولا لا؟ يعني ربنا يسهل بس نعدي الاول اللي هو المجموعه الاولانيه، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرم يا رب في الدوافع اللي بعد كده، ممكن ربنا يكرمنا بحاجه نقدر يعني نخطفها من الاولمبياد دي. يعني شرف لينا وشرف طبعا للجهاز الفني واللاعبين والكره المصريه. يا رب ان شاء الله منتخبنا الاولمبي يستطيع ان يعود بميداليه مهمه جدا 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 لمصر خلال هذه الفتره، وده اللي اكد عليه كل المسؤولين خلال الفتره السابقه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ماهر. شكرا ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا وللنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ماهر. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الكبار الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره الاساتذه الكبار. الاستاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن هبدا مع حضراتكم بيوسف ايمن، صفقه مهمه في توقيتها وتوقيت بدايه الصفقات. طبعا مجرد انه انتهت الصفقه ده رساله يعني للناس اللي بتجتهد، لكن اول ما شيء بينتهي العمل فيه بيعلن صحيح بشكل رسمي يعني، وكل المتابعين للاعب بيؤكدوا ان هو هيبقى صفقه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. هو طبعا مصري يعني او من اصل مصري يعني، لكن هو كلاعب اكيد هيبقى مفيد لصفوف الفريق في المرحله القادمه. فدي بدايه اعتقد كويسه، بدايه للصفقات القادمه. للصفقات القادمه استاذ محمود. طبعا لا شك انه ده بيؤكد على الخطه برضو ان انت ماشي عليها كابتن، يعني انك انت بتجديد دماء الفريق بصوره، وخاصه الخط الخلفي يعني محتاج تدعيم بصوره اكبر في ظل حجم الاصابات اللي انت شايفها. شوف فتره غياب ياسر عامله ازاي عندك، شوف اصابات حتى لما بيغيب محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، فلا شك انك انت يمكن دي مكانت ما بين الصفقه دي وما بين صفقه بالعيد برضو كان فيها عمل برضو تبقى اضافه، لكن ما حصلش التوفيق او اللاعب يعني يعني فضل مثلا ان هو يلعب بره في بلجيكا. فاعتقد انه صفقه مهمه، كل التقارير والكلام بتقال عن لاعب انه لاعب مهم،
انت بتدور على اللاعب في خط الدفاع اللي بيلعب الكره من الارض، دي شيء مهم جدا اصلا. لازم المدافع بكل لاعب كوره برضو من الدرجه الاولى عنده وعي، ده بيعمل فرق وبيضيف حاجات كتير للفريق. شيء مهم جدا انك انت تبدا بتدعيم الخط الخلفي، ده بتفكر كمان لسه اضافه باك ليفت، لسه بتفكر في تدعيم نص الملعب، لسه بتفكر في البحث عن اطراف جديده برضو. رغبه المدرب الفني، المدرب الفني دايما بيتكلم بيقول لك عشان نواصل البقاء على القمه والاستمرار محتاجين ندي دوافع مختلفه ولاعيبه جديده يكون عندها الامكانيات والقدرات تتفق مع رغبه وطموح جماهير النادي الاهلي. صفقه ان شاء الله اتمنى نكتب لها التوفيق، ولاعب اكيد عنده فكره كبيره جدا وبيرتدي فانيله اعرق انديه افريقيا والوطن العربي، ان شاء الله نتمنى له التوفيق، تكون حاجه مهمه جدا في الموسم الجديد بدايه من كاس السوبر ان شاء الله باذن الله. مباريات متتاليه ورا بعض، بدايه من مباراه مؤخرا يعني بدايات وبدايات مباراه بيراميدز ثم مودرن سبورت ثم بيراميدز بس قربنا يعني الحمد لله خلاص بينهم الالومنيوم وبالتالي توالي المباريات بيؤثر بشكل كبير جدا على الناحيه الفنيه طبعًا بالنسبه طبعًا لكل لعيبه النادي طبعا الناس. وعشان كده اللي بيتفرج على الماتشات لازم يراعي هذه النقطه يعني ما تبقاش العمليه بالنسبه له، وده يمكن ركز عليه برضو مارسيل كولر اكتر من مره، واخيرا في المؤتمر الصحفي الاخير بعد المباراه الاخيره يعني ركز برضو على جزئيه انه اللي يتحط في الضغط اللي فيه لعيبه النادي الاهلي لازم يعني يراعي الضغط اللي هم محطوطين فيه، بيلعبوا خلال فترة زمنية محدودة عدد كبير من الماتشات وعليهم ضغط أساسي إنه ما يخسرش، فبالتالي لو حصل بعض الديفوهات ده طبيعي جدا. طب هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، إنه في النهاية في مثل هذا التوقيت في النهاية أنت عايز تكسب. لو حصل ديفو أثناء المباراة ما تركزتي فيه قوي لانه هيعطلك. انت الاول حاول تلعب من اجل الهدف اللي انت عايزه. انت عايز ايه؟ الثلاث نقط. لان هم دول الاساس بالنسبه لك طبعا، وفي بعض المؤثرات الخارجيه اللي بيحاولوا يشغلوك بيها. يكلمك عن حاجه معينه، عن لاعب معين، عن مشكله معينه. في النهايه انت مطلوب منك المكسب ولا بديل اخر. يعني كمان هو اجاب اجابه اعتقد انها روعه جدا بالنسبه للهدف اللي جه في الشناوي، كان الهدف الاول تقريبا. طبعا هو قال لك انا ما اقدرش مباراه ايه مودرن سبورت يعني ما اقدرش احكم عليها، لازم تتشاف كويس. هل هو المسؤول لوحده ولا لعيبه الظهر ولعيبه الوسط يعني فعلا لعبه جماعيه يا استاذ جمال؟ ايوه ما هي لعبه يعني مش جماعيه، مش فرد هو اللي هيتحمل. هو كلامه كده، هي مش هشيل الخطا لواحد، اذا ما كناش كلنا قلبنا على بعض هتبقى مشكله تلعب كل واحد مع نفسه. هو كلام ممكن طبعًا. ممكن اللي بيسال السؤال يا استاذ محمود بيبقى موجه لحاجه معينه، الشناوي يعني بيحاول يصحح المفهوم ويتكلم في الواقع. الواقع بيقول ان دي مباريات متتاليه يترتب عليها 100% ضغوط غير عاديه. لا وكلام الاستاذ جمال برضو يا استاذ محمود كلام مهم جدا، لانه نتيجه المباراه انت كسبت بكرتين ثابتتين، مباراه جيده وحلوه وكل حاجه، ولكن يعني واضح ان كولر العداله اللي بيعملها بتوصلك ان انت حتى بتكسب، يعني ممكن تبقى وحش وتكسب. بص يا كابتن انا عاوز اقول لك العداله هي الاهم يعني. طبعا ده رايي. بص حضرتك هذه هي اخطر مباراه للاهلي في المشوار. مودرن بعد ماتش بيراميدز وصلت الى قمه المستوى وعملت مباراه كبيره جدا ولم تستسلم للظروف المباراه، وربنا منحك التوفيق للجهد الكبير جدا، وقدرت تاخد ثلاث نقاط من فم فريق بيبحث عن اول بطوله ليه، عاوز يحط نفسه على الخريطه، عنده روح قتاليه، وتم الكلام عنه بصوره وكانه لا احد يستطيع ان يوقفه. فانت لما عند النادي الاهلي كان الاهلي حاضر بشخصيه البطل في هذه الصوره رغم حجم الارهاق والجهاد الكبير جدا اللي وضع على اللعيبه. بعد ما تنتهي من مباراه بيراميدز بكل دوافعها والدور الكبير جدا اللي لعبه جمهور الاهلي اذا لم يهدأ دقيقه واحده على مدار المباراه دعم وتحفيز اللاعبين، البطل الحقيقي في 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 مواجهه بيراميدز هو جمهور الاهلي، وهو ما يتعرض له الان بالصوره اللي احنا شايفينها خلال الساعات الماضيه احنا نحكي فيها ونقول. لكن مباراه فيوتشر مباراه مودرن سبورت من المباريات الخطيره جدا اللي هنأتي بعد مستوى كبير جدا الى فريق على فكره
عنده وبيلعب بيروح صلبه جدا قدام النادي الاهلي. يعني لو رجعت النتائج قبل كده انت يعني ايه كسبانهم بالعافيه في نهائي السوبر، مباراه شرسه وقويه رغم انك انت كسبت 4-2، لكن من 2-0 ل 2-1 ل 2-2 مباراه صعبه. انت حسيت في النص ساعه الاولانيه في الشوط الاولاني تسعر لعيبه الاهلي مش قادرين، وكانه في اقدامهم قياس الرمل مش قادرين يتحركوا، باضع عليهم الارهاق والاجهاد. كونك انك انت تصاب بهدف وتتماسك وتوفق في احراز هدف من كره ثابته على غير المتوقع، يعني ايه الهدف ده رجعك للمباراه؟ ما بيجيبش جوان بدماغه كتير يعني. ما انا بقول لحضرتك يعني صحيح. هدف في توقيت صعب وتحرك مهم جدا من امام، وكمان يجي لك الهدف الفوز مع نزول اثنين من اللعيبه انت ايه نفسهم يرجعوا لمستواهم عشان دول يدولك دافع وواحد عمل الاسيست والثاني برضه يعني ما بيجيبش جوان. ما انا بقول لحضرتك، ما انا بقول لك يا كابتن، فانا عاوز اقول لك ايه، مباراه مودرن نقطه مفصليه، وانا من وجهه نظري ما بتساويش 3 نقاط، انا بقول لك بتساوي 6. ليه؟ انت رايح مودرن انت رايح للمواجهه الاهم في الموسم، مواجهه الدوري، عشان بس اقول للناس بس ايه. بص يا استاذ محمود معلش انا اتفضل بس انا حضرتك وانت قول لا اكمل وانت كمل اتفضل. المباراه اللي جايه هي مباراه الدوري، مباراه بيراميدز وليس الاهلي، هي يوم الاثنين ان شاء الله. مباراه الدوري ان شاء الله الفوز فيها، خلي بالك انا شايف انك انت ستقطع بنسبه، مش عاوز اقول لك لا 70 ولا 80، انا اقول لك بنسبه 90%. الدوافع هتختلف، انت تخلصت من المنافس اللي هو بيصارعك على اللقب. هيبقى عندك ايه؟ السيراميكا المصري زد مودرن اخر مباراه، مش مشكله خلي مودرن اخر مباراه، لكن يعني بص انت ايه بس انت لما كذا مباراه بس انت طبعا بس انت لما تكسب ان شاء الله ولديك الروح العالي وهتبقى مباراه شرسه جدا في مباراة يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، لما تكسب خلاص انت ايه موضوع اختلف. موضوع اختلف، موضوع اختلف في الدوافع، موضوع اختلف في الروح، موضوع اختلف في كل حاجه. صحيح، ولكن في ظل هذا التوقيت وفي ظل الاجواء الرائعه ما بين كل النادي الاهلي وكل الانديه في مصر، الحقيقه حاجه محترمه وحاجه جميله جدا، والكل يسعى الى الاحترام المتبادل ما بين كل الانديه. في ظل هذه الامور وفي ظل طبعا برضو لا انكر على احد ان هو يبحث عن حقه ويبحث عن الطريقه اللي هو عايز يكسب بيها اي فريق، بتجد انه تلاقي مثلا ثمن تذكره 75 جنيه متوسط ثمن التذاكر الدرجه الثالثه في الدوري العام المصري 75 جنيه، تجد النهارده بيراميدز بيسعر نادي بيراميدز بيسعر هذه التذكره ب 200 جنيه. وتخيل بقى الدرجه الاولى بكام؟ الدرجه الاولى 250 جنيه ب 5000 جنيه. هقول لحضرتك يا كابتن ب 5000 جنيه انت متخيل الفرق ولا يعني؟ طبعا مين يعني مين جمهور كوره هيبقى عنده استعداد يتحمل ده؟ هي الفكره كمان انا وجهه نظري نعم الاولى 2000 جنيه لا خمسة والله انت بتاكد 2000 صح 2000 صح انا وجهه نظري كابتن انا غلطت ما بين الاولى والمقصوره لازم يكون في حد اقصى الدرجه الاولى 2000 جنيه لازم يبقى برضو فيه رينج ما انا بقول لا ما انا حتى ال 2000 جنيه وحتى لو 1000 جنيه وحتى لو يعني بس عشان يعني مش قصدي طبعا خمسه انا قصدي 2000 في الدرجه الاولى والمقصوره خمسه اتفضل طبعا هم حرين يعملوا اللي هم عايزينه طبعا كمسؤولين لنادي بيراميدز لان هو اساسا مش نادي جماهيري فما يهموش ان الجمهور يحضر لكن انا بتكلم على بقى يمكن دي برضو احيانا بعض التصرفات او القرارات بتلفت نظرنا لعيوب صحيح في المنظومه ما ده اللي انا بقوله هل مفيش طريقه لانه يبقى في رينج محدد لا يتخطاه عدد ثمن التذاكر لان هي مش مباراه انت مش عامل مباراه مش مزاد يا استاذ جمال مش عامل استعراض مش مزاد يا استاذ جمال مش مزاد عامل انت استعراض لا ده استعراض قوي لابطال العالم الهدف واضح ومفهوم لابطال العالم في كمال الاجسام او في أو في المصارعة كرة القدم حتى أو في كرة القدم يعني مش حفلة أنت في النهاية هي مباراة كرة قدم ولكن ده حفلة عمرو دياب أرخص أيوه إحنا قلنا حطينا بس الملاحظة بتاعتنا أنا حطيت ملاحظتي لا وأنا مع حضرتك على فكرة معرفش هل هنا نناشد وزارة الشباب والرياضة ولا نناشد ولا نناشد شركة تذكرتي لا خلاص تذكرتي انت كنت دعوة هو النادي صاحب الملعب لا طبعا تذكرتي بره القصة أنا لا أنا قصدي فيما بعد حتى انه يجب ان يتم مينيمم وماكسيمم يعني حاجه هي تلفت النظر طبعا يعني هم لفتوا النظر الى انه ممكن انا عشان
اجبر الجمهور او اتعب الجمهور ما خلوش يجي. رساله واضحه يا استاذ جمال. ايوه هو بس خلي بالك برضو عشان في الاخر هقول انا هنا طبعا طالما ده في حدود القانون يا كابتن. الله ينور عليك. قصدي اقول لك هنا هو بيدور على اللي تكسبه غلب اللي انا دلوقتي هو تغلبه العبد. استاذ محمود برضو هو اجاب الاجابه اللي كلنا بنسال فيها. طبعا. او مش كلنا. استاذ محمود اجاب الاجابه الطبيعيه اللي هو قال لك ايه. قال لك ان المباراه القادمه مباراه يوم الاثنين يعني هي المباراه الاهم في الدوري او في السنه دي الموسم. طبعا في الموسم السنه دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاهلي واكتر واكتر بالنسبه لبيراميدز. طبعا طبعا. فبالتالي انا هستعمل انا كنادي بيراميدز هستعمل كل الحقوق طالما اللي تخليني اكسب هذه المباراه. اول هذه الحقوق هو ايه اللي بيكسب النادي الاهلي؟ جمهوره. طيب. نحرمه من جمهوره. طيب طالما الهدف هو حرمان الاهلي من جمهوره. طالما مش عاوزه نقاش. طالما هذا الكلام في حدود احنا بقى بننتهز الفرصة ان طالما الكلام ده في حدود في نظام متبع او لايحة او من حق كل نادي ان هو صحيح يعمل تذاكر. يعني هو ما عملش حاجة غلط يقصد. هو يعني ما عملش حاجة غلط. لم يتعدى على اللوائح. هو من حقه. ومن حقه. طلب او وبرضو عمل. وبرضو اللي بيننا ايه؟ المستطيل الاخضر. بالظبط. في النهاية. يعني ما انا بقول لك كل دي لا صعوبات. يعني رصد هو هنا هيقول لك ايه اصلا محاولات ان انا اكسب هذه المباراه. وماله يعني. وماله حقه. حقه كل واحد طبعا. حقه مفيش اي مشكله. ومن حقه يعمل كل الوسائل والطرق اللي تخليه يكسب. يا استاذ جمال انت كده بتلعب على وتر في منتهى الخطوره. ربما لا تدرك تبعاته الان ولكن تدرك يعني تبعاته مين اللي بيلعب ستظهر فيما استاذ جمال يعني؟ انا بتكلم لا انا بتكلم على المشهد. مشهد المشهد. انت الان انا مش عاوز اقول لك بتكبر كره مش بتكبر. انا قلت الحق عشان لا مش بتكبر كره النار ده قلت بتكبر كره التلج ستكبر خلال اليمين الايام اللي جايه. ليه؟ تداعيات هذا الامر ان يترك لبعض المسؤولين قليل الخبره او الساعين الى اللعب على وتر ان انا احرم الاهلي من جمهوره بقول له ستفشل. بإذن الله ستفشل وفشلك هيبقى واضح. تحدي جمهور الأهلي والجمهور الأكبر في جمهورية مصر العربية أنا بقولها لك أهو. واللعب على وتر إن أنا شايف إنه الأهلي قوته والداعم ليه هو جمهور بقول له الأهلي قوته في توفيق ربنا سبحانه وتعالى الأول وفي وجود جمهوره اللي هو كرمه بيه إن هو بيدعمه من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة. بهذا التصرف تصرف غير مسؤول لمسؤولين عندهمش الخبرات والتعامل مع بأسلوب كيدي والهدف منه تقول لي انا عاوز احقق مكسبي. أيوة. بس انا عايز عاوز انجح. انا لسه كنت خلي بالك انا هنا طبعا انا هنا انا غير موافق على الكلام ده بتاع بيراميدز ولكن انا هنا يجب كدوري ان انا ارد على استاذ محمود كنادي بيراميدز يعني ان هم هنا بيقول لك ايه الطرف الاخر يعني الطرف الاخر يعني هنا هيقول لك ايه طيب انا عايز اكسب الاهلي وعايز اكسب الدوري واول اكمل اول مره في حياتي واستاذ محمود لا انت ما تحرمنيش فانا هحاول اعمل كل حاجه تخليني اكسب طالما في اطار القانون. أيوة. طبعا في اطار القانون اللي اداك الفرصه. لا القانون مع كامل احترامي اداك الفرصه انك انت تطلق لنفسك انك انت تضع وانت عارف الوضع العام عامل ازاي وتلعب على وتر على ورقه في غايه الخطوره والجمهور على فكره اذكى مني ومنك واذكى مما تتخيل وفاهم الهدف ان هو حرمانه من حضور المباراه. بقول لك ان شاء الله مش هيحصل لان الجمهور هيبقى عنده دافع وعنده ناس هتبقى لها واقفه والكلام ده. لكن انا بتكلم على ايه؟ انت لماذا مصر على تأجيج ان هناك صراع ما بين الاهلي العريق الكبير وبين فريق ناشئ مع كامل احترامي؟ ليه بقى عاوزين يحطوا راس الاهلي او راس بيراميدز براس الاهلي؟ يا جماعه مش هيحصل وده مش الصالح. انت عندك بتقول استثمارات وهدف واضح يا عم استثمر واعمل بس انت احترم برضو المنافس وتعامل بطريقه محترمه وتعامل مع الطريق. يعني ايه الهدف ان انا اجد مشاكل وصراع وخلاف بصوره غير مطلوبه؟ ما فين هي الرياضه يا كابتن؟ حقق مكسبك بس حط في اطار الطبيعي جدا. احترم جمهور الاهلي يا اخي. صحيح. احترم جمهور الاهلي. ما هم اللي انت بتلعب بهم لعيبه الاهلي. يعني اسالك سؤال هم اللي موجودين عندك مين؟ ما هم نجوم الاهلي كانوا في الاهلي ومش والغريب انه نبقى في ناس موجوده كانت محسوبه على الاهلي وموجوده في المكان وكانه شيء لا يعنيها. لكن الامر يا كابتن لابد من المسؤولين انه يحددوا لنا ويقولوا لنا يا جماعه هل من حقي انا دلوقتي مع كل مباراه اعمل التذكره زي ما انا عايز؟ يعني اجي بكره اقول التذكره ب 5000 جنيه يا جماعه اللي عايزهم. هو ده المهم بقى. انا بتكلم على كده. ايه الهدف؟ ليه انت مصر على فكره الموضوع في منتهى الخطوره وفي كلام مش عاوز اقوله لك بس المساله جمهور على صفحة السوشيال ميديا والدنيا هتتصاعد حتى انطلاق مباراه الاهلي وبيراميدز. انت عملت ازمه من الازمه وشيء غير منطقي خالص. بدل ما تكون هناك ايه هدف لصفحه النادي الاهلي في الماتش اللي فات. انا عشان كده سالت. انا عشان كده سالت. انا بكلمك يا كابتن. طب خليني بس اقول النقطه دي عشان كده انا سالت.
هل من الممكن ان يبادر المسؤولين في نادي بيراميدز مثلا انا ما اعرفش قول لي اه ولا لا بكره بعده بعده نلاقيهم بيقول لك طيب يا جماعه التذاكر في سعر او في السعر الطبيعي ممكن اكسب منها 10 15% زياده ماشي ولكن تبقى في السعر الطبيعي اللي هو 75 80 100 بتاع هل ده ممكن يحصل يا استاذ محمود؟ لا يمكن مع دول مش هيحصل لا 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 بعيدا عن لا يمكن بعيدا عن هل يعني لو الاهلي بيلاعب الزمالك مثلا والاهلي مثلا انا بقول مثلا هل من الممكن ان يتم التراجع؟ ما ينفعش؟ هقول لحضرتك حاجه انا بعد سنين قانونا يعني اقصد يعني او يعني لائحيا لا لا انا بعد سنين طويله طالما تذكرتي قالت مش انا المسؤوله تذكرتي طالما التذكره اتحطت ما ينفعش نرجع بعد سنين طويله في المجال ده اول مره اعرف انك من حقك تعمل السعر اللي انت عايزه. شوف انا بقالي حوالي 90 سنه بنديك الصحه لا يعني بقالنا سنين طويله اول مره اشوف انك انت اللي بتسعر يعني بس انا مش بقول هجوما على حلو بيرمز. الكلام ده والله يا استاذ انا بدات كلامي فعلا. لا ده حقيقي يا كابتن انا بدات كلامي بقولت ايه من حقهم يحددوا طالما في اللائحه او النظام طالما هو لم يتعدى النظام بس صحيح اديله تعظيم سلام لكن انا اول مره اعرف على مدار السنين دي ان انا من حقي اعمل تذاكري ب 7000 جنيه في كوره اول مره معرفش انت سمعتها قبل كده اول مره اسمعها اول مره اسمعها كلنا ايوه يا يعني حضرتك لاعب حضرتك يا استاذ محمود ما دي بتخضع غريبه ما ده كلام المفروض الحاجات دي بتخضع لمين لضوابط موجوده في ايوه كنت انت ما تقدرش تعمل تذكره يعني كنت تذكره ب 50 قرش ها مش انا كنا نشتري التذكره ب 50 قرش ايوه زمان ب 50 قرش ها ب 50 قرش 50 يعني لو انت كده زودتها مش عارف تعريفه ولا جنيه ولا قرش تبقى لا محتاجه لجنه تفحص انت الكلام ده بتعمله ازاي لكن ال 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 الغريبه يعني انت ليه مصر يا اخي؟ يعني ايه الهدف؟ هو حاجه انت تعمل صدام لا لا انت ليه الهدف عاوز تعمل صدام مع النادي الاهلي؟ يعني ايه اللي عاوز توصل ليه؟ عايز اكسب ما لا اكسب معلش بس اعذرني معلش اكسب معلش بس خليك بس ايه يعني يا فندم يا أيوة فندم انا مش موافق على الكلام ده ولكن لازم حضرتك اقول حضرتك انا اتدخلت معاك اكسبني فين يا فندم تكسبني فين في الملعب في المصداق ولما تكسبني ولكن من المعروف ليا ولحضرتك ولكل العالم ان جماهير النادي الاهلي هي المحرك الرئيسي للاعبته ما انا بقول لك اكسبنا فين اكسبني في الملعب اديك تعظيم سلام لكن انا دلوقتي ايه ده بيفتح خلي بالك انت كده بتخليني انا اللي بدافع كان انا اللي بدافع عن وانا ماشي وانا ماشي اللي يعني انا مختلف يعني عاوز انا اللي اثرت الموضوع يعني عاوز اقول لك ايه يعني ولكن انا بتكلم كاعلاميا يعني طرف تاني نيابة عن الطرف الاخر طرف تاني يعني اتفضل يا استاذ محمود اللي انا عاوز اقوله لحضرتك انه انت بتعمل حاجات وتبعات ما تحاولش تبررها بس خلاص يعني عاوز اقول لك ايه الجمهور ما عادش هتحاول تقنعه اصله ماشي من حقه من ماتش اللعب بس يا جماعه في ضوابط في امور منطقيه كده لكن انت ايه هدفك ايه ان انا همنعك من الناس بتوعك مش هيقدر انت مش هتقول كده انا هفاجئك ماشي مش انت بتقول الدوري مش في الملعب بس الدوري مش في الملعب وبره الملعب انا هشتغل لك برضه في بره الملعب هعمل لك ايه همنعك جمهورك هضايقك في الدخول لا النادي الاهلي ما بيعملش كده طب ما لا لا النادي الاهلي ما بيعملش كده لا لا مش بتكلم عن والله والله النادي الاهلي ما بيعملش النادي مش كده هضايقك في جمهورك اسمع بس هضايقك هضايق جمهورك وهو داخل هستخدم ايه علاقات عارف افاجئك بيها يا كابتن اسلام هطفي لك التكييفات في غرف اللبس هعمل لك مشاكل هتشوف يا كابتن اسلام في الماتش اللي جاي وهتشوف هتحدث امور ربما تشاهدها وتسمع بها لاول مره وعلى المسؤولين في النادي الاهلي ومجلس الاداره والتابعين وكل ما له علاقه بكره القدم ان يعي جيدا يكون حاضر لمحاولات استفزاز تخيل في بلدك وفي وطنك وبتم استفزازك في بلدك وسط شعبك وبتعمل من مجموعه من بعض الشباب اللي تولوا المسؤوليه وكان بينهم وبين الاهلي وجماهيره شيء اخر لكن خلاص الورقه ايه اتزاحت وبانت الرؤيه واضحه يا جماعه قدامكم على لعيبه الاهلي خلاص بس انا لسه بقى برافو عليك يا استاذ محمد خلص الكلام يا استاذ جمال انا بشوف طبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعه مش ممكن يا جماعه انا نفسي اطلع اتكلم على الكوره والله العظيم ثلاثه وبيراميدز فريق تقيل فريق يعني طبعا لسه كان الكابتن ماهر همام معايا
بيقول لي من احلى الماتشات اللي اتفرجت عليها السنه دي ماتش الاهلي وبيراميدز تكتيكيا ولاعبيا وفنيا. ماتش بين فرقتين كبار. بين فرقتين كبار. نفسي اطلع نتكلم على الكوره، نفسي اطلع اتكلم اسال حضرتك اصل مين اللي هيطلع من اليمين ومين اللي هيطلع من الشمال، مش لاقي، مش عارف اتكلم في الامور دي. ليه؟ لانه بلاقي حاجه زي دي والجمهور كله، ده انا مصر كلها متكلمه في الموضوع. وماله طالما في حاجه زي كده لا مانع ان احنا نتكلم عنها. لا مش قصدي يعني انا لازم اتكلم، انا قصدي اقول لك انا نفسي اتكلم في الكوره. لا نفسي اتكلم على واقول لك بيراميدز ده فريق كبير، وطبعا هو فريق كبير، ولكن انا اقصد اقول لك ايه، ان نتكلم في الكوره وان المدرب اللي معاهم مدرب كويس وبيعرف يلعب بناحيه اليمين ويقفل بالزبط. ناحيه الشمال ويعمل مش عارف ايه، زي ما كولر عمل الماتش اللي فات كذا وقفل من كذا وعمل كذا، ما بنلحقش نتكلم في هذا الامر. انا بس قصدي اقول لك ايه، انه وجهه نظري ان اللاعبين بيتفرجوا بيشوفوا حضراتكم ويشوفوا غيرنا وغيرنا وغيرنا وغيرنا. لما بيشوفوا الحاجات دي بيعملوا ايه؟ لما بيشوفوا الحاجات دي اعتقد ان هم بيسخنوا طبعا جوه الملعب، عايزين يكسبوا. هي بترفع التحديات عند لعيبتك اصلا، كل ما تلاقي في صعوبات، كل ما اللعيبه لعيبه النادي الاهلي بتلاقي انت مش بتلعب في افريقيا، في جميع مناطق افريقيا غربا وجنوبا ووسطا، مش بيبقى في مشاكل اكتر من كده كمان؟ صحيح. ومع ذلك هل ده بيؤدي الى ان لعيبتك استسلمت؟ حتى لو هذا الاجراء ادى الى قله عدد الجماهير بشكل او اخر، صحيح الشويه اللي هيبقوا حاضرين هيولعوا الدنيا، ما انت عارف. لا لا مفيش توليع ولا حاجه، لا هيولعوا تشجيع. يعني تشجيع صوتهم صوتهم. انا بقول لك يا استاذ جمال، المدرجات طيب. الاهلي هتمتلئ عن اخرها طبعا. أيوة ده اهم حاجه. وان شاء الله هنشوف الجماهير ممتلئه عن اخرها في المدرجات في مباراه الاهلي وبيراميدز. احنا هنا بنتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز وليس مباراه الاهلي والالومنيوم. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى هنرجع نتكلم اكتر، وعايزين نتكلم عن المنتخب الاولمبي برضه. المنتخب الاولمبي عندنا فيه حاجات كثيره جدا عايزين نتكلم فيها. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، استاذ محمود، كنا بنتكلم عن المنتخب الاولمبي، او عايزين نتكلم عن المنتخب الاولمبي في رحلته. ايه راي حضراتكم في المنتخب الاولمبي، وهل يستطيع المنتخب الاولمبي ان يفوز بميداليه من الميداليات خلال المرحله دي؟ هو اولا من حق المنتخب الاولمبي ان هو يحلم بانه يفوز. واعتقد من يوم ما تم التعاقد مع ميكالي البرازيلي هو بيشتغل على هذا الاساس، ومكون الفرقه ومختار العناصر بتاعته. صحيح. ولم يعد هناك مجال للحديث عن انه في تقصير، لان هو طالما كمل مع المنتخب الى هذه المرحله وخلاص سافر ولم يعترض بشكل مباشر على حاجه معينه يبقى ما فيش اعذار. والمنتخب يمكن اخر مبارياته الوديه كسب النهارده العراق، كسب العراق 2-1. و قبل كده كان لعب برضو ماتش ودي اوكرانيا مع اوكرانيا 1-1. فالاداء والعروض معقوله، يعني ما فيش قلق. والمجموعه اللي هو فيها ايضا يستطيع المنتخب الاولمبي باذن الله ان هو يتاهل مع المنتخب الاسباني. يعني هي فيها كمان اوزبكستان والدومينيكان. هي اول مباراه يوم 24. اول واحده اللي هي 24 الدومينيكان افتتاح ثم اوزبكستان، ثم الختام في دوري المجموعه هيكون مع منتخب اسبانيا. واعتقد انه يستطيع على الاقل التاهل الى الدور التالي. نعم. وان شاء الله القرعه برضو او طريق المنتخب ممكن يكون مش صعب قوي يعني باذن الله. طبعا هو طبعا محمود. تحدي صعب جدا للمنتخب، لكن الدوافع هتبقى مهمه جدا وثقه اللاعيبه في انفسهم. يعني يمكن صح في طبعا الاصابات، طبعا يمكن اصابه كوكا برضو كانت مفاجاه من المؤتمرات اللي جت انه ممكن يلحق المباراه الثانيه. لا شك ان مباراه الافتتاح امام منتخب الدومينيكان هتبقى مهمه جدا، الفوز بيها بيعزز فرصك في التاهل يعني على يعني اول مجموعه تاني المجموعه. مباراة الثانيه مع اوزبكستان برضه فرصة مهمة جدا. لكن عاوز أقول إن الكورة يا جماعة ما عادش فيها كبير وصغير. صح. خلاص بتفصلها الروح العالية والإصرار والإضافة والعمل والتفاصيل الصغيرة. فأعتقد عندنا فرصة على الورق إن احنا نصعد الدور الثاني، لكن على أرض الملعب لابد إنه يتحول هذا الكلام
يتحول هذا الكلام الى ايه؟ الى فعل، الى جهد، الى عمل كبير جدا. نتمنى التوفيق طبعا. نتمنى التوفيق للاعيبه، نتمنى التوفيق لميكالي انه يقدم صوره مغايره جدا، وكل الدعم وكل الناس موجوده، وجود برضو اللعيبه الشباب عندهم رغبه، وجود زيزو، وجود النني، ان شاء الله باذن الله تعالى يكون. نتكلم الاول على التاهل، وبعد كده نشوف المواجهه الثانيه في الدور الثاني هيبقى عامل شكلها ايه. ان شاء الله تكون بدايه قويه، ويكون الهدف الاساسي الاول انك تطلع لدور الثمانيه باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب تمام، خلينا نطلع فاصل الأخير، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية.